بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح اليوم المحاضرة الثالثة لسفراء الوعي المجتمعي في الوطن العربي بآية من كتاب الله الحكيم. قال تعالى في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. يسعدني أن أرحب بكم في المحاضرة الثالثة من مبادرة الوعي المجتمعي، وتحت عنوان محاضرة الوعي التعليمي والثقافي. هذه المبادرة التي نسعى من خلالها إلى نشر الوعي وتقديم المعرفة لمجتمعنا العزيز، إيمانا منا بأهمية التعليم والثقافة كأدوات أساسية في بناء المستقبل المشرق. إنه لشرف كبير أن نستضيف اليوم الأستاذة الدكتورة منال شنهودة التي ستلقي على مسامعنا محاضرتها القيمة. الدكتورة منال هي واحدة من أبرز الشخصيات الأكاديمية في مجال التعليم والثقافة، وقد قدمت العديد من الأبحاث والدراسات التي ساهمت في تعزيز الفهم والإدراك في هذا المجال. في هذه المحاضرة ستتناول الدكتورة منال أهمية التعليم والثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، وكيف يمكن لهذين العاملين أن يكونا أساساً لتطوير المجتمع ورفع مستوى الوعي بين أفراده. كما ستتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه النظام التعليمي والثقافي في عصرنا الحالي، وتقترح الحلول والسبل الممكنة للتغلب عليها. نتمنى أن تكون هذه المحاضرة مصدراً للإلهام والتحفيز لجميع الحاضرين، وأن تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي نحو أهمية التعليم والثقافة. شكرا لكم على حضوركم واهتمامكم، ونتطلع إلى نقاش مثمر وبناء بعد انتهاء المحاضرة. نتوجه بالشكر الجزيل إلى جنابكم على الإصغاء والإنصات إلى الكلمات الموجهة إلى حضراتكم. سيداتي وسادتي، الآن يتفضل الأستاذ الدكتور مازن رياض منصور الحميد لإلقاء كلمته مع التقدير. مساء الخير عليكم جميعا، اهلا وسهلا سادتي الكرام. شكرا استاذ محمد على هذه المقدمه الجميله والمختصره لبدايه محور جلستنا الثالثه لهذا اليوم. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين ابي القاسم محمد صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين المنتجبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اساتذتنا وطلبتنا الاعزاء في كل مكان من وطننا العربي الكبير. مرحبا بكم جميعا في فعاليات المحور الثالث بالفعاليات مبادرة سفراء الوعي، حيث سنخصص هذه الجلسة في هذا اليوم للتركيز على محور مهم، وهو المحور الوعي التعليمي والثقافي. نرحب بكل الحضور الكريم الذين حضروا جلستنا لهذا اليوم من مختلف المجالات والخلفيات لنتبادل الأفكار ونتعلم من بعضنا البعض. حقيقة يسرني أن أقدم لكم اليوم ضيفتنا المميزة الدكتورة منال سرجشنودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدرب دولي معتمد، القادمة إلينا من جمهورية مصر العربية. الدكتورة منال ليست فقط أكاديمية مرموقة، بل هي أيضا قائدة فكرية ومهتمة بنشر الوعي الثقافي والتعليمي في مجتمعاتنا. ننتظر بفارغ الصبر ما ستقدمه لنا اليوم من رؤى وأفكار قيمة. أيضا نتمنى أن تكون هذه الجلسة حقيقة فرصة مثمرة للجميع الحضور، وأن تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي في مجالات التعليم والثقافة مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم جميعا، أتمنى تكون جلستنا لهذا اليوم مليئة بالإثراء والنقاشات البناءة كما سبقتها الجلستين السابقتين. الجلسة الأولى كانت مع الأستاذ العزيز القدير دكتور سعد، ومن بعدها كانت الجلسة الثانية جلسة المحور، تناولنا جلستين، المحور المجتمعي والمحور الشخصي، واليوم سوف نكون بالمحور التعليمي إن شاء الله سنبتدئ في هذه اللحظات. دكتورة منال حياك الله، مساء الخير. النور.
نورتينا. ميرسي، تشرفت بوجودي مع حضراتكم. اهلا وسهلا، وجودك اهلا اسعدنا. دكتوره، دكتوره فينا نبلش ان شاء الله؟ باذن الله. يعني الاول بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعني عايزه اقول ان انا في وسط قامات عريقه وقديره وقادره على ارسال المعلومه وارسائها، فانا يعني هحاول ابقى في وسط الكوكبه دي ولو حاجه صغيره. يعني احنا هنتكلم عن التعليم والثقافه وتاثيرهم على المجتمع. الصوت كده كويس؟ سامعيني؟ تمام دكتوره. تمام. التعليم دي حاجه مفروغ منها، التعليم ده اساسي، حاجه اساسيه وحاجه ناس كتير فاهماها وبتسعى ليها، وكل الاسر وكل العائلات بتسعى لتعليم اولادها. لكن بصراحه احنا عندنا الاهم من التعليم الثقافه. الثقافه مهمه جدا، يعني لو شعب متعلم بس وغير مثقف مش هيقدر يواصل او يتواصل مع بقيه الشعوب ومع التقدم والرقي اللي العالم فيه كل شويه. الثقافه كلمه عريقه جدا في اللغه العربيه، فيما يعنيها من منطق ورزانه وثقه للشخصيه والنفس والفطنه. الشخص المثقف هو الذي يعلم نفسه امورا جديده باستمرار، وتستخدم كلمه ثقافه في هذا العصر لتدل على رقي فكري وادبي واجتماعي للجماعات والافراد. الثقافه نظريه في السلوك تساعدنا على خط حياتنا بالشكل اللائق، وتستخدم كلمه ثقافه ايضا لتدل على الذوق المتميز في الفن والعلوم الانسانيه. التعليم احنا ممكن بنتعلم اللي بنتعلمه للاسف، يعني في ناس متعلمه كتير مع احترامي الشديد لا تفقه شيء في امور الحياه، لا تفقه شيء في اللي بيدور حواليها. في ناس التعليم ده بتاخده يعني اهو انا باخد مواد معينه محدده ما بقدرش اخرج عن نطاقها، انا بتعلم مواد معينه هي دي بس اللي ببقى عارفاها. وللاسف احيان كتير ان انا بعد ما بطلع، يعني مثلا الطلبه بياخدوا مواد محدده في كل مجال بيذاكر وينجح وكل حاجه، لكن للاسف تيجي تكلمه بعد كده هو مش فاكر حاجه من اللي درسه، مش فاكر حاجه من اللي اتعلمه، لان هو كان بيأدي رساله بس، هو بيحفظ عشان يروح يحطهم في الامتحان وينجح وخلاص ويبقى اسمه اخد شهاده. لكن الانسان المثقف هو اللي بيحاول يطور من نفسه، بيحاول يعرف الدنيا حواليه، بيحاول يعرف كل الامور، بيحاول يعرف كل المجالات. أنا أفهم في كل حاجة بالقراية وبالاطلاع وبالمتابعة. مفهوم الوعي الثقافي بطبيعة الإنسان الاجتماعي ونشاطه وعلمه، الوعي بيتطور بممارسة الإنسان لحياته الاجتماعية وطريقة تفاعله مع من حوله من الأفراد ومدى معرفته وتعامله مع طبيعة الأشياء التي تحيطه. وما يميز وعي الفرد الذاتي هو قدرته على اتخاذ أي قرار ومعرفته في سلوكه الخاص والعام، حيث إن أغلب أفكار الناس نتاج تقدمهم في إنتاج كل ما هو مادي. هناك صراع قائم بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي، الوجود مادي والوعي فكري. أهمية الوعي الثقافي في التعليم، لعب الوعي الثقافي دوراً حاسماً في التعليم، حيث يعزز بيئة شاملة ومحترمة بين الطلاب والمعلمين. ومن خلال تبني الوعي الثقافي يكتسب الأفراد فهماً أعمق للثقافات والتقاليد ووجهات النظر المختلفة، وهذا يعزز التعاطف ويقلل من الصور النمطية ويعزز التواصل والتعاون. يشير الوعي الثقافي لمقدرة الفرد على فهم واستيعاب القيم والمعتقدات التي يدين بها المجتمع وتطابقها مع قيمه ومبادئه الشخصية.
ومن ثم مقدرته على تكوين تصور يساعده في المحافظة على تراثه الثقافي وحمايته من التأثيرات الواردة عبر منابرها المختلفة الداخلية والخارجية، ليصبح وجدانه مرتبطاً بما تحمله ثقافة موطنه من أفكار ومعتقدات وقيم أصيلة تنعكس بالإيجاب على سلوكه ونمط حياته. نقول الوعي الثقافي والتكنولوجيا. التكنولوجيا العصرية وثورة الاتصالات السريعة والراقية وسعت نظرة الإنسان ورفعت مستوى الوعي لديه، فالبحث الدائم عن كل ما هو جديد هو الطريق الصحيح لرفع مستوى الوعي لدى الإنسان في شتى المجالات، وعلى رأسها وعيه الثقافي. فالفن واللغة لا ينتقلان بشكل ميكانيكي للجيل القادم، حيث أنهما من أهم عوامل تعميق وزيادة الوعي الثقافي ونشره، خاصة عبر الوسائل المتطورة المواكبة لتكنولوجيا العصر الحديث، حينها يكون الإنسان صانعاً مبدعاً للثقافة، ويتجسد عنصر الوعي لديه في خلق وابتكار كل ما هو جديد. مظاهر انتشار الوعي الثقافي هي إيه؟ الاهتمام بالقراءة والتشجيع عليها لدى طلاب العلم. يعني أنا ما اقتصرش على المواد العلمية المقررة فقط، أشجع الطلاب باستمرار على القراءة والاطلاع على مختلف مراحلهم الدراسية. إزاي نوعيهم وإزاي نخليهم يعرفوا يثقفوا نفسهم؟ نعمل لهم حلقات القراءة الجماعية وحملات تبادل الكتب، ونوفر الكتب بالنسخ الإلكترونية، الأمر الذي يعزز الوعي الثقافي ويرفع حصيلة المفردات اللغوية للقارئين. قيام العديد من المسابقات الثقافية على مستوى الأقاليم والعالم ولفئات عمرية مختلفة، ما اقتصرش على فئة معينة، كل الفئات العمرية لازم أوعيها وأخلي الطفل من صغره يهتم بالثقافة أكتر من التعليم. الحصول السريع على المعلومات في ظل التطور التكنولوجي والشبكة العنكبوتية الإنترنت، انتشار المجالات الثقافية والزوايا الخاصة بالجانب التثقيفي في العديد من الصحف اليومية اللي للأسف ما بقاش حد بيقراها دلوقتي ولا بيهتم بيها، ظهور المحطات الفضائية التي تعني بنشر الثقافة وبث البرامج ذات الأهداف النبيلة، الاهتمام بالمبدعين. احنا عندنا مبدعين كتير، احنا لو ركزنا على المواهب اللي عندنا هنطلع عباقرة، هنطلع بدل زويل 100 زويل و100,000 زويل. انشاء العديد من الأندية التي تعنى بالمحافظة عليهم ودعمهم وثقل شخصياتهم حتى يبدعوا أكثر فيما يقدمون. انتشار ثقافة العمل التطوعي على الصعيد المحلي أو الدولي، لازم أشجعهم على العمل التطوعي ودي مهمة جدا، حيث انتشرت في الأونة الأخيرة حملات التبادل الشبابي الثقافي بين الدول في المجالات التطوعية والكشفية وغيرها، مما يعزز قدرة الفئات الشابة على التعرف على ثقافات الشعوب الأخرى والاستفادة منها. انتشار المؤسسات التعليمية التي تعنى بتعليم اللغات ومهارات القيادة والاتصال، وبهذا دائما تبنى الأمم وترتقي المجتمعات. وشكرا لحضراتكم والحسن استماعكم. يشرفني استماعكم ومناقشتكم. شكرا دكتورة على هذه المقدمة الرائعة والجميلة بجانب الوعي التعليمي الثقافي. طبعا تكلمت على نقاط جدا مهمة في هذا الجانب التي تخص تعاصر وقتنا الحالي من دخول العولمة وغيرها. مبدئيا الاختلاف حسب ما فهمنا منك دكتور وحسب ما نقرأ، أن الاختلاف ما بين الثقافة والتعليم، كأن الثقافة دائما تشمل مجموعة من القيم تتأثر بعادات المجتمعات، معتقدات المجتمعات، معارفهم، الفنون، حتى بالأدب وأنماط السلوك اللي يتبناها ويعبر عنها في مجتمع معين. أما في مجال التعليم، التعليم عادة أصبح خاصة في الدول المتأخرة دكتورتنا هو عملية منظمة ومنهجة معتاد عليها بنقل المعرفة محدودة إلى القيم والأفراد.
عادة بالمؤسسات التعليمية مثل ما نتلقي هذا في المدارس والجامعات، أن يكون الطالب ممكن أن يكون هو المتصدر على أفراد أقرانه ومجموعته أول، ولكن هنالك تجدين هنالك خلل عندما تريديه أن يقف أمام مجتمع ليلقي أفكاره أو ليلقي بالمادة العلمية، مما يدل على أن هنالك عادات للحفظ والتكرار فقط. هذه العادات والتعليم الممنهج اليوم أصبحت البلدان المتقدمة تخرج عن هذه الثقافة، بل توعي إلى ثقافة آسف دكتور على الإطالة، بل تثقف يعني توعي على ثقافة العصف الذهني في طرح الأفكار في طرح الأسئلة. حقيقة نتمنى من خلال أن بعض التوصيات أن تكون من خارج هذه جلستنا اليوم هذا محورنا، أنه البدء بالتركيز على الكثير من النقاط التي تخص التجديد المستمر لمناهجنا لتكون مواكبة للمناهج الدولية والعالمية حقيقة. تمام حضرتك. أنا عايزة نوصل بالطلاب والشباب والكبار والصغيرين، احنا عايزين نزرع في الأطفال حب الاطلاع وحب المعرفة، وإزاي أبقى أنا على دراية بكل ما يدور حواليا في المجتمع، لازم أبقى فاهمة في كل حاجة حواليا بالاطلاع وبالمعرفة، ما اقتصرش على التعليم إن أنا أحفظ المواد المقررة عليا وأروح أمتحن فيها وأنجح وخلاص وأنا لا أفقه شيء من اللي بيدور حواليا، ما هو ده خطأ كبير. فزي ما قلت حضرتك وزي ما أنا قلت لسيادتك قبل كده، الثقافة أهم من التعليم. أنا دايماً في أي مؤتمر أو في أي ندوة أقول يا جماعة الثقافة أهم من التعليم، التعليم مهم ولكن الثقافة أهم. الإنسان المثقف يعني أوعى وأقدر بالمعرفة وبالإلمام بكل ما يدور حواليه بدرجات أعلى بكتير قوي من الإنسان المتعلم فقط. دكتورة نقطة جميلة نوهتي عنها، أن الثقافة في بعض الأحيان يمكن أن تكون غير رسمية وممكن تكتسب من خلال التفاعل اليومي بالمجتمع، يعني مع المجتمع. مش لازم أبقى معايا دكتوراه، مش لازم أبقى معايا ليسانس، مش لازم أبقى معايا بكالوريوس، ممكن أبقى إنسان بسيط بس بالاطلاع والمعرفة ومتابعة الأخبار ومتابعة ما يحدث في العالم كله حواليا بقراءتي في جميع المجالات، طب، هندسة، سياحة، اقتصاد. أنا متاح دلوقتي عندي الشبكة العنكبوتية اللي بنقول عليها الإنترنت، ما دلوقتي بتمدنا بكل ما نعوزه، يعني كل اللي احنا عايزين نعرفه هي بتمدنا بيه. فأنا ما علي إلا إني بس أشجع الطالب أو التلميذ الصغير أو الشاب إن هو يطلع ويعرف يفتح ويقرأ ويشوف الدنيا فيها إيه. أنا لما بتحط في موقف في مؤتمر ببقى مدعوة لي مثلا في عن الاقتصاد، بعرف أقول كلمتين لما بيطلب مني أقول كلمة، لما بروح مؤتمر عن نبذ العنف والإرهاب بعرف أتكلم برغم أنا تخصصي غير كده خالص، لكن بالاطلاع وبالمعرفة وبالقراية وبدرايتي بما يحدث في المجتمع حواليا بعرف أتكلم في شتى المجالات. ما تحطش في موقف إن أنا يطلب مني أقول كلمة عن حاجة معينة أو عن مناسبة معينة أو عن يعني في مثلا نقطة معينة مثلا في سياحة في اقتصاد في اجتماع في عنف في إرهاب في تطرف في انتصارات في مناسبات وطنية، لازم يبقى عندي المعرفة والدراية الكاملة بكل أمور بلدي بكل الأمور اللي بتحدث في العالم مش بلدي بس، عشان أقدر أتكلم أقدر يعني لما يطلب مني ما بقاش أبان قدام الناس إن أنا لا غير مثقفة غير مطلعة، أنا مش فاهمة حاجة عن اللي أنتوا بتقولوه، ما مش عارفة حاجة عن المجال اللي أنا قاعدة بيتكلموا فيه. فدي الثقافة فعلا أهم من التعليم بس بكتير، يعني التعليم مطلوب طبعا جدا، ولكن أكيد. الثقافة أهم يا جماعة من التعليم بمراحل، ثاني المثقف أرقى وأنضج يعني هيبقى عطاء أكتر ومفيد لوطنه وأكتر ومفيد لنفسه من الإنسان المتعلم فقط إن شاء الله.
أستاذة آية، عندك أي مداخلة حول الموضوع؟ تفضل. أستاذة آية عصام؟ أيوة. أستاذة آية الصوت مش واضح. أيوة. أيوة. شكرا جزيلا يا دكتور بجد على المقدمة الجميلة دي، وحقيقي مقدمة ثرية جدا جدا. وكنت حابة كمان إن أنا أقول إنه الثقافة، أو أزيد على كلام حضرتك إنه الثقافة بتعزز كمان القيم والمهارات الإنسانية عند الفرد، مش بس إنه هو مجرد إنه بيروح مؤسسة أو منشأة تعليمية فقط، ولكن لما بيقرأ أكتر أو بيكون ملم أكتر زي ما حضرتك كده بتقولي، أنا بيكون عندي القدرة إني أقول كلمة أو إن أنا أكون عارفة حتى ولو شيء عن كل شيء. تمام. ده بيطور فعلا المهارة عند الإنسان، وبيطور كمان قيمه الإنسانية وبيعزز قيمه الإنسانية. كتير جدا أكيد بنشوفه، حضرتك أكيد لاحظتي ده، إنه بنلاقي أشخاص حتى لو زي ما بتقولي كده وصلوا لمرحلة الدكتوراه وناجحين جدا جدا، ولكن ما يقدرش إن هو يعمل برزنتيشن طليق حتى بالمحتوى اللي هو شاطر فيه، لأن هو حافظ بس. بالضبط. إحنا بنقولها بقى بالمصري أو بالعربي كده، حافظ مش فاهم. فأنا يهمني إن هو يكون فاهم قبل ما يبقى حافظ. انا افهم الاول ما يدور حولي احسن ما ابقى حافظه حاجه ومش مدركه ابعادها، ومش مدركه ايه اللي حواليا، ومش مدركه ايه اللي ممكن يحصل. فلا طبعا، بالظبط كده، اللي فاهم احسن من اللي حافظ. بالظبط. تمام. اتفضلي يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. طيب استاذ مازن، لو نحب ناخد مداخلات، في شايفه ناس كتيره رفع ايديها، ايه راي حضرتك؟ اتفضلوا يا جماعة، يساعدني بصراحة مشاركتي طيب ليا. احنا نشوف بس كده، انا بس الاسماء مش واضحة قوي عندي. استاذ مازن حضرتك الصوت عندك. ناخد دكتور سعد. بقول لحضرتك مناسب انه احنا ناخد مداخلات؟ اكيد اكيد، هو دلوقتي هنبلش، انا هنده الاسماء حتى يبقى. شايفة رفع ايديها. دكتور سعد شمس. وعليكم السلام. حياك الله دكتور. حياكم الله معالي الدكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. نورتنا النهارده دكتور. ربنا يبارك في حضرتك. طبعا في البدايه اسمح لي اقدم شكري، خالص شكري وتقديري الى معالي الدكتوره منال على يعني معلوماتها الراقيه، وعلى وجودها الراقي، وعلى اضافتها للقائنا النهارده. وكمان اشكر الجامعه الوطنيه للعلوم والتكنولوجيا على رعايتها، وجامعه الازهر على رعايتها، وطبعا ما يفوتنيش ابدا ان اشكر بيتنا حقيقي الراقي والهادف المميز، اكاديميه ميت المستقبل التعليميه، التي اخذت على عاتقها في تنفيذ برنامج في الحقيقه يعني بيمثل ملحمة إنسانية ويجسد ملحمة إنسانية جميلة في الاهتمام بشباب الوطن العربي. فكل الشكر والتقدير والاحترام لكل من ساهم ولكل من يعني بذل جهدا. اسمح لي أقاطع دكتور سعد، اسمح لي يا دكتور أقاطع سيادتك وأقول يعني فضلها. شرف لي انضمامك دكتور سعد أستاذي عفوا والراعي لشهادة التي او تي اللي أنا أخذتها، هو أستاذي القدير طبعا، وشرف لي مداخلتك يا دكتور، وهو صديق وأخ على المستوى الشخصي غالي جدا عندي، وبجد مرسي لمداخلتك ووجودك معايا دكتور سعد. أشكرك يا فندم، نورتينا، ربنا يبارك في حضرتك. في الحقيقة إنه محور التعليم أو قضية التعليم في حياتنا هي قضية مهمة جدا جدا،
يعني على الرغم من أنه ربنا سبحانه وتعالى في دستورنا السماوي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا أننا مأمورين بالسعي في طلب العلم، وأسوة بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، فأيضا هذا تأكيد على ضرورة طلب العلم. والعلم حضراتكم لما نيجي نشوف هو عبارة عن مجموعة من المعارف، يعني كل مجال موجود في الحياة يمس جانب من جوانب الحياة، كل معرفة بنحصلها في هذا الجانب تسمى علم أو هي بتكون العلم. في الحقيقة في الآونة الأخيرة لاحظنا أن الأمراض الوبائية والمتوطنة وخاصة يعني ما أصابنا مؤخرا حافانا الله وإياكم من جائحة كورونا حقيقة أثرت على التعليم بشكل كبير جدا جدا، إلا أنه كان هناك بديل في الحقيقة للنهوض بجانب التعليم، لأنه حضراتكم تعلمون جيدا أهمية التعليم في حياة المجتمعات. في الحقيقة تعليم عن بعد حضراتكم ده يعني زادت أهميته وبرزت أهميته وظهرت في الآونة الأخيرة بعد جائحة كورونا، وبالتالي يعني ما وقعش مننا التعليم على الرغم من أنه كان بيقدم أو بيحاول يقدم يعني لطلابنا والأبنائنا ولكل الدارسين ولكل الراغبين في التعليم كل ما يعني يطمحون في الوصول إليه، إلا أنه أيضا لما بتغيب عنصر المواجهة في التعليم الحضوري اللي هو الأوفلاين برضو بتبقى فيه مشكلة، لكن بنلاقي هنا بديل. فنقدر نقول أنه عشان ننهض بعملية التعليم مطلوب مننا حضراتكم استعداد، التزام، التخصص، ثم التميز في التخصص، أنه كل واحد فينا يشتغل على تخصصه بحيث أنه يتميز فيه. عايزين نقول كمان أنه العلم مش لمجرد أن أنا أحصل على شهادة، الشهادة اللي بنحصل عليها حضراتكم مش دليل أبداً على أن احنا عارفين ومتخصصين أو خبراء، الشهادة دليل على أنه احنا اجتزنا مرحلة تعليمية معينة. لكن صدقوني لو دققنا قوي على حكاية وإحنا بنتعلم أن احنا نتعلم العلم لمجرد أنه يبقى عندنا خبرة، لمجرد أنه يبقى عندنا مهارة، لأنه في الحقيقة اكتساب العلم هو عبارة عن معرفة بتتنقل لحضراتكم من خلال الجامعة أو المدرسة أو أي منصة، المهم أنه معرفة بتتنقل وهذه الكيانات بتحافظ عليها وتنقلها من جيل إلى جيل. يبقى لو لم تكن هذه المعرفة نقدر نحولها إلى مهارة أعتقد مش هنستفيد بيها. مش بس كده، لو لم يتم تحويل هذه المهارة اللي كانت معرفة إلى سلوك تظهر في صورة سلوك، هنا بقى تبدو خبراتنا المختلفة، هنا بقى نقدر نضيف لمجتمعاتنا. لأنه في الحقيقة مش هقول أي كيان تعليمي، خلينا نقول مثلا المؤسسات التعليمية وظيفتها إيه؟ أول وظيفة وخاصة الجامعات مثلا الحفاظ على التراث ونقله من جيل إلى جيل، العلم والمعرفة بتنقلهم من جيل لجيل وبتحافظ عليهم. الوظيفة الثانية خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ليه؟ لأن خريجينها خريجين كل المراحل التعليمية المفروض إن هم بيخرجوا للمجتمع إضافة، فلا بد أن نكون إضافة حقيقية من خلال ما تعلمناه، مش حاصلين أو شايلين شهادة وبس لمجرد إن أنا أخدها أحطها في البيت أعلقها في المكتبة بتاعتي أو أعتز بيها أو أحطها في السي في بتاعي. لا يا جماعة، المفروض إن إحنا نهتم بالمعرفة اللي تحصلنا عليها ونترجمها إلى مهارة ثم تظهر في صورة سلوك عشان نبقى إحنا كأفراد إضافة حقيقية إلى مجتمعاتنا وبالتالي تنهض بنا مجتمعاتنا. يعني في الحقيقة بالعلم ترقى الأمم، حقيقة في الحقيقة إنه العلم ينير كل الطرق، بالعلم يقدر شبابنا ويقدر مواطنينا في كل بلد عربي انه ينهض ببلده ويعني ياخد بايديها الى مصاف الدول المتقدمة. يعني في الحقيقة مش عاوز اطول على حضراتكم، يعني شكرا جزيلا لكل من ساهم ولكل من شارك ولكل من سيشارك ويكون له بصمة حقيقية في رفع الوعي، لانه زي ما قالت معالي الدكتورة
احنا بنقصد بالوعي، وكمان مش احنا بس، مفهوم الوعي عموما هو ان احنا نبقى مدركين للبيئة المحيطة بينا في كل المجالات والمحاور اللي هنتكلم فيها. عشان كده كان هدفنا الاساسي ان احنا ناخد بايدين الناس في كل مجال او كل محور من المحاور اللي بنتكلم فيها، من خلال ان احنا ننقله خبراتنا السابقة وما تعلمناه وما لدينا من مهارات شخصية، بعيدين كل البعد عن اي جانب اكاديمي او نظري، عشان حضراتكم فعلا تكونوا سفراء للوعي، يعني ناقلين لهذا الوعي لأسركم، لأصدقائكم، لكل من تتعاملون معه. فربنا يوفقنا وإياكم، كل الشكر والتقدير لحضراتكم. شكرا جزيلا معالي الدكتور. مرسي، أمتعتني يا دكتور. مرسي لمدخلتك. شكرا هذه الإضافة الجميلة. ناخذ معنا نهى. نهى عربي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. عليكم الله. وسعيدة جدا بانضمامي بوجوده مع الكوكب النيرة دي من السودان وحاليا في مصر، وسعيدة جدا بالمحاضرة الراغية للأمم العربية والأمم العالمية، اللي هي أكثر يعني ورشة عن الوعي التعليمي الثقافي. الوعي التعليمي الثقافي دي هو التعليم المجتمعي في والثقافي لكل المجتمعات في كافة المجالات، داخل في كافة المجالات، داخل في العلاقات، داخل في الاقتصاد، داخل في التربية، داخل في التعليم، داخل في الـ في الـ 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 التنشئة الاجتماعية. وحي من هنا والله بجد دكتورة منال، لأن بجد عملت سرد ثقافي جميل جدا ومختصر ومضمون وشامل فيه كل النقاط. لكن أنا عندي نقطة محددة بس، اللي هي في الوعي الثقافي التعليمي. الوعي الثقافي التعليمي أنا بعتبر في الفترة الأخيرة دي لجأ للثقافة الإلكترونية بعد الكورونا، زي ما ذكر الدكتور، أكثر من التنشئة التعليمية اللي كنا محتاجين عليها. يعني التنشئة التعليمية خلت جزء كبير من التنشئة تحت الجيل الحالي ده اعتماد الكل على التكنولوجيا. يعني الفكر بقى ما فيش، يعني عاوز معلومة ويطلعها من النت بتكون جاهزة، لكن لتقوية التعليم وتقوية الذاكرة وتقوية الاعتماد على النفس وقوية إنه يعتمد على نفسه عشان إنه يواكب المجتمع بالفكر، بقى في شوية بقى ضعيف. ليه؟ لأنه التكنولوجيا لعبت دور كبير جدا في الحتة دي. يا ريت نرجع في التوعية أو في الوعي التعليمي للتربوي أكثر من الإلكتروني في الفترة الحالية. الفترة الفاتت كانت عندها أسباب وعندها مشاكلها. أما الوعي الثقافي هو طبعاً بيلعب دور كبير، حتى للمعلم ذات نفسه، حتى للوعي التعليمي، يعني حتى المعلم أو المدرب أو المنشئ في كافة المجالات، يعني أياً كان قيادي في أي حتة، لو ما يقدر يدي أي دور تعليمي أو تنويري، أو بيكون هو ذات نفسه ضعيف في الشخصية ذات نفسها، لأنه الثقافة بتلعب دور كبير جداً، والناس بتتعلم من بعضها من بعضها البعض، وبتستفيد من الدول من بعض بعض. وأنا سعيدة جدا بوجودي وانضمامي في الوقت الحالي في دولة مصر العربية، لأنها دولة الثقافة والفكر. وأحييكم وأحيي كل القائمين على هذه المبادرة، وأحيي دكتورة منال، وشكرا لكم. نحن لا سعد بوجودك أستاذ. بس أرد على حضرتك رد بسيط بس في نقطة معينة. البحث عن المعلومة سواء على النت أو في كتب أو في أي حاجة، مجرد بحث عن المعلومة دي بتثبت عند الشخص، وبيبقى هو فعلاً اكتسب ثقافة. يعني مش غلط إنه يدخل على النت يبحث عن المعلومة، بالعكس هو كده هيكتسب برضو ثقافة إنه هو وصل للمعلومة اللي هو عايزها. مرسي الحبيب. دكتورة، أحب أتداخل معاكم بالنقطة دي. حقيقة نحن بالعصر الحديث، مثل ما يسمى بعصر العولمة، هنا أدى انتشار أنظمة تعليمية تقريبا موحدة إلى حد كبير. يعني نحن اليوم نستخدم تقريبا مناهج مشابهة لحد ما، سواء كان يعني نحن نعرف المناهج العربية معتمدة يا أما على الأمريكان سيستم يا أما على اليوكي، مشتركة سواء بأوروبا أو بالشرق الأوسط بآسيا وغيرها. ولكن مع ذلك دكتور، راح تستمر مثل ما تكلم دكتور سعد، الثقافات المحلية التأثير على محتوى وأساليب التعليم على
مثال مناهج دراسية بالدول المختلفة تعكس عبر التاريخ الوطني إلها، اللغة هنا راح تلعب لها دور، القيم الاجتماعية في الدول كلها راح تكون إضافة. ما راح أقدر أنا أحصل على تعليم مماثل، لازم هناك يكون تعليم مختلف ما بين الدول تأثيرا بمجتمعاتها. شكرا لك. شكرا لك. أي إضافة دكتورة منال ولا نأخذ مداخلة ثانية؟ لا تفضل حضرتك مداخلة ثانية مع حضرتك. نأخذ. أنا بس أقطع في الحتة دي بصراحة فما عرفتش إيه الدور، بس يعني إحنا هنأخذ مداخلة ثانية. أستاذ فؤاد. معلش حضرتك، أنا فؤادة مش فؤاد. فؤادة سوري. شكرا لحضرتك. اولا انا من مصر وفعلا يعني مبسوطه جدا جدا بتواجدي وسط النخبه دي، وحاسه من اول ما دخلت المبادره ان كنتوا بتتكلموا عني او المبادره دي او بتلمسني. لو تسمح لي بس الدكتوره منال ممكن اعرض عليها قصه بسيطه جدا. القصه دي هتلخص الذات واللي اتكلم فيه الدكتور سعد واللي اتكلمت فيه الدكتوره شيرين والكلام اللي النهارده لمسني من الدكتوره منال. اتفضلي حبيبتي. اتفضلي ليك حبيبتي. القصه بتتلخص بس في من اول ما قلت تعريف الذات، يعني ايه ان انا اعرف ذاتي وانا عايزه ايه بالضبط لغايه ما توصل بالثقافه وان انا ابقى انسان مثقف ومتعلم. القصه بتاعتي بتحكي ان انا فتاه في قرية بسيطة جدا من محافظة جنة. القرية دي تعتبر نسبة فقر فيها جامد جدا، هي قرية اسمها قرية المراجدة. ما كانش فيها نسبة تعليم عالي جد عالي ولا في فقه بالتعليم. وصلت للمرحلة إعدادي وبعد كده مرحلة ثانوية عامة، ولكن شاءت الظروف لم أكمل التعليم عند مرحلة الثانوية العامة. ظليت في البيت لمدة 18 سنة، وأنا في البيت ست بنت بيت عادية، بروح زرع، بروح اللي هو بتكيف بقى مع الواقع ومع الحياة في الريف اللي أنا طبعا تربيت فيه وأنا عايشة. نعم مع الحياة الريفية اللي أنت عايشة فيها. طبعا مع الحياة الريفية اللي أنا عايشة فيها أنجبت في الفترة دي 5 أطفال. ووصلت لمرحلة إن أنا نفسي أنا مش أنا مش أنا الشخص ده، أنا شخص تاني. أنا عندي فكر وعندي اطلاع وبحب أقرأ كتير وبحب أجيب كتب أقرأ فيها وبحب أثقف نفسي وبحب أعرف عن المجتمع الخارجي اللي حوالين مني. بس يا ترى أعمل إيه تحت الظروف وتحت البيئة اللي أنا فيها وتحت إن أنا في مجتمع ريفي وفي عادات وتقاليد بتحكمني، أنا غصب عني مضطرة إن أنا أجاري الوضع. ولكن أشاءت الظروف بعد 18 سنة يتغير الوضع ده خالص بعد إصرار وتحدي ان انا فعلا ارجع اكمل تعليمي. صدفتني وواجهتني مشاكل كتير جدا في ان انا اكمل تعليمي. انا زي ما قلت لحضرتك انا كنت ثانوية عامة ولم اكمل الثانوية العامة، يعني انا طلعت لسه ما حصلتش على الثانوية العامة. فرحت علشان خاطر اكمل تعليمي، فالموظف اللي كان قاعد فقال لي حضرتك النظام بتاعك اتلغى خالص وانت حضرتك هتاخدي من سنة اولى تاني. رجعت ودموعي على خدي، اخدت ساعتين وانا ابكي، يعني اللي هو طب يا جماعه نعمل ايه. ولكن تحت اصرار وتحدي قلت فعلا انا هكمل حتى لو كنت هاخد من سنه اولى ولو هاخد من اعدادي ولو من ابتدائي، انا مصره. وفعلا رجعت وكملت تعليمي من سنه اولى واخدت سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه والحمد لله نجحت. وفي الفتره دي انا خدت كان دبلوم تجاره لان كان الثانويه العامه كانت صعبه بالنسبه لي، وانا ام وزوجه ومسؤوله عن بيت ومسؤولة عن أسرة، وإن أنا في الوقت ده إن أنا أخذ ثانوية عامة فأخذت تجارة. بعد تالتة تجارة قلت أكمل تعليمي، أنا مش هقعد على كده يعني. وفعلا قدمت على معهد فني تجاري ولكن أخذت سنة فيه وحسيت نفسي لا مش هو مش أنا. عملت معادلة كلية تجارة وما نجحتش فيها أول سنة، عملت معادلة السنة الثانية ونجحت فيها، دخلت كلية تجارة سنة أولى كانت انتساب كانت انتساب سنة أولى وجبت فيها جيد جدا، وتحولت من انتساب لانتظام وأخذت سنة تانية. تفضلي بس المايك. أيوة
كملي حضرتك. يبدو فقدة الاتصال. حقيقة جميل جدا أن نستفيد من التجارب الشخصية خلال جلستنا هذه أستاذة منال. أستاذة منال، ما هو رأيك على ما تفضلت؟ حقيقة الأمر جدا رائع كانت الطرح. دكتور منال، ما هو رأيك أو إضافتك فيما تفضلت به الأستاذة فؤادة حول تقاليد المجتمعات الريفية وتأثيرها الكبير على النساء؟ سوري الصوت بيقطع حضرتك، أنا مسمعك. دكتورة، ما هو رأيك بما تفضلت فيه الأستاذة منذ قليل؟ دكتور أنا مسمعك. الصوت دلوقتي كويس؟ كده تمام. تمام. عم أحاول أسألك، ما هو رأيك بما تفضلت به قبل قليل الأستاذة حول تأثير المجتمعات والتقاليد والعادات الريفية اللي لها دور كبير بالتأثير على الكثير من النساء، سواء كان هذا التأثير كان إيجابي أو سلبي أو متعلق بتحديات متعلقة بالتعليم، وهي المشاكل اللي هي متعارف عليها فيما هي الزواج المبكر والتمييز والوصول إلى قدرات أخرى؟ ما هي للأسف نحن عندنا فعلا لسه الموضوع ده، يعني هو يعني نسبة قليلة طبعا بالنسبة الأول، بقت نسبة قليلة الناس اللي هم مش معترفين بتعليم الأنثى أو البنت أو الفتاة، وأن هي مكانها البيت والزوج والأولاد، وأن هي ما تخرجش للتعليم وتتجوز في سن مبكر. طبعا دي كلها عادات سيئة وقديمة جدا، وإحنا بنحاول بالتوعية المستمرة إن إحنا نبطل هذه العادات ونلغيها، بس للأسف في نسبة ضئيلة زي ما قلت لحضرتك، إن في نسبة ضئيلة لسه عندها العادات والتقاليد الخاطئة دي، وبإذن الله عندنا أمل إن الناس يبقى عندها وعي أكتر وتفاهم أكتر، ويبقى في انفتاح أكتر في الأفكار وفي العادات والتقاليد والحاجات السيئة دي نبطلها. يعني الناس يبقى عندها وعي وثقافة، بقى ما هو دي الثقافة اللي بنقول عليها دلوقتي، أي فرد في المجتمع معاه موبايل، أي فرد مهما كان، لو فلاح في البيت فعلا يبقى في إيده الموبايل، لو عامل في مصنع في إيده موبايل، فالموبايل في السوشيال ميديا في النت، فهو ممكن الموضوع ده يساعده على تنمية ثقافته وتنمية أفكاره وتغيير فكره القديم العقيم، وإن فعلا العادات دي تبتدي تندثر وتضمحل وما تبقاش موجودة إن شاء الله. يعني عندنا أمل على المدى البعيد شوية إن العادات دي خلاص تضمحل وتتمحي خالص إن شاء الله، والناس يبقى عندها ثقافة ووعي أكتر وأكتر. السلام عليكم. ما نقدرش ابدا ننسى برضو يا دكتور دور وزاره التضامن الاجتماعي ودور كمان الدوله في دعم هذا، يعني مشروع دوي لتمكين الفتيات، ده من المشروعات الحقيقه انا بتشرف ان انا اشتغلت فيه، تمكين المرأة وتمكين الفتيات، ده بجد من المشروعات القوية جدا للدولة بتدعمها في القرى المصرية كمان والريف المصري. وحقيقي قصة الأستاذة فؤادة يعني هي قصة نجاح والله، يعني وهي نموذج قوي جدا لتحدي المرأة المصرية على كتير جدا من الصعاب والمعوقات والتحديات اللي بتواجهها عشان توصل لهدفها الحقيقي. نموذج للنجاح. عدنا ذلك استاذ فؤاد. ناخذ مشاركه اخرى ان شاء الله مع الاستاذ احمد صلاح. استاذ احمد، استاذ احمد صلاح لو كنت معنا. ناخذ معنا استاذة عايدة. استاذ اسامه ماجد، مساء الخير. السلام عليكم.
سوري استاذ اسامه، ناخذ استاذه عايده ونرجع مكملين معك. مساء الخير. مساء النور. بيشرفني وجودي مع هالقامات الجميله والكبيره بهالوطن. الله يخليك. حضرتك اقترحت دكتور مازن ما يخص المناهج، فانا راح ازيد اقتراح على مقترحات الدكتوره، الله يعطيها الالف عافيه، وشكرا كثير لحضرتها. راح اضيف في نحن اذا اعدنا النظر بطرق واساليب التعليم ما راح نقدر نستطيع انه نجمع بين الهدفين هو التعليم والثقافي، يعني بما معنى ان نشرك التلاميذ، ويمكن كان في كمان في منشن على الاطفال. فانا بدي بما اني اعمل في مؤسسه تدريب وتعليم فبحب ابدا من الطفوله، فلما انا اشرك الطالب معي ببحث عن المعلومه باستحضار المعلومة، بطلع عن الطرق التقليدية الموجودة بالمدارس تبعنا، فأنا أكيد رح حط بذهن هذا الطالب شو يعني وعي ثقافي بالإضافة للتعليم. يعني طريقة حصولي على المعلومة هي اللي بتأثر في المستقبل أنا شلون بدي ربي أو أزيد هذا الوعي الموجود عند الطفل من الطفولة. أنا بشوف كثير أطفال عنا في بالتدريب أو التعليم، فهي الطريقة هي الأمثل. فاقتراحي هو العمل على المدربين والمدرسين أن يكون لديهم الطرق الحديثة. نحن بنعرف أنه كثير من المدارس الأوروبية اللي هي صارت انتقلت من مرحلة التعليم التقليدي إلى مرحلة التعليم بالبحث واستحضار المعلومة. يا ريت يكون عندنا هذا الشيء بالمبادرة، أنه العمل على من يعمل على التعليم بالأساس. وشكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم. شكرا على إضافتك أستاذ عايدة. تفضل دكتور منال. أنا بشكر حضرتك جدا، وده اللي فعلا اللي أنا بقوله، التعليم في الصغر كالنكش على الحجر زي ما بنقول. فأنا عشان كده بقول إحنا لازم نعود أبنائنا من وهم أطفال من الطفولة على التثقيف والتعليم. إن شاء الله. أستاذ أسامة تفضل. شكرا للمنصة، وشكرا للدكتورة منال على الإضاءات اللي قدمتها حول الموضوع الثقافة والتعليم. بس أنا أفتكر أن هناك فرق واضح وكبير ما بين المعرفة والثقافة. الثقافة شيء، وتجميع المعلومات كمعرفة من خلال الأخبار وغيرها هذا شيء آخر. وقبل أن ألج في كلامي أحيي الأخت من الريف المصري على هذه الروح المثابرة، وأعتقد هذا واحد من أهم أهداف سفراء الوعي ومحاولة نشر الوعي المجتمعي. هذه واحد من المهام الأساسية في محاربة هذه العادات الضارة ونشر الوعي في المجتمع وفي الريف، خصوصا الريف العربي في مختلف المناطق. أنا دا أتكلم عن مسألة الثقافة واختلافة عن الوعي، عن الثقافة واختلافة عن المعلومة. الثقافة واحدة من أزماتنا في المجتمع العربي، إن كل إنسان مثقف يفتكر أن الثقافة هي استعلاء معرفي. لذلك نجد أن كثير من المثقفين يميلون إلى التنظير والكتابة بعيدا عن الالتحام بمعاناة المواطنين عموما وتلمس مشكلاتهم ونشر هذه المعرفة بينهم. في الوقت اللي فيه نجد أن هناك إحجام كبير جدا فرضته الظروف أو التطور التقني على المواكبة على الاطلاع والقراءة، ونسبة تدني واضحة جدا جدا من خلال المعرفة الورقية. أصبحت المعرفة الإلكترونية، وهذه تحتاج إلى تقنيات وتحتاج إلى رأسمال في توفير قيمة الباغات التي يمكن أن نبحث من خلالها
ومعرفة بكيف تتعامل مع التكنولوجيا، وهذه عند الصفوة ليست عند العامة. فأنا أفتكر أنه واحدة من الأهداف الأساسية أنه كيف نوحد ما بين المعرفة والسلوك، ما بين الثقافة والسلوك، بأنه كيف نحول ثقافتنا إلى فعل يلامس هموم الناس، يلامس معاناتهم، يلامس مشاكلهم، مثل الإشكالية اللي طرحت الأخت من الريف المصري. أنا بفتكر أنه واحدة من أهم النقاط المفترض نتحدث عنها هو التعريف الدقيق للثقافة، وإنها هي فعل شعبي. شكرا لكم وشكرا للمنصة كثير. شكرا أستاذ أسامة، حياك الله. دكتور منال. أيوة. عندك أي تعليق؟ قدمت الأخ أسامة. لا هو كويس، هو قال اللي أنا قلته يعني، وكويس إن إحنا نعمل بالكلام ده، كويس إحنا متفقين على هذا الكلام. دكتور سعد، عندك أي إضافة حول ما تقدم فيه الأخ؟ أتمنى يكون لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا بشكره جدا 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 في الثقافة، أسلوب وطريقة الحياة، لكن المعرفة كل ما تم اكتسابه وأمكن التدليل عليه، يعني كل حاجة كان عليها دليل حقيقي ويعني لمسنا صدقها بالفعل وإحنا بنجمعها وكان عليها دليل، فهي معرفة. خليني قبل ما أنسى أشكر يعني بنت وطننا الغالي الأستاذة فؤادة، لأنها في الحقيقة مثال يحتذى به. خليني أقول لحضرتك أنه أحد أهم أسباب معوقات التعليم خاصة في الريف، ومش عاوز أعمم عشان احنا تعلمنا طبعا أنه طالما لم أقابل كل الجمهور أو كل المجتمع ما ينفعش أبدا أبدا لما تحصل حاجة أعممها، لكن هتكلم على المناطق الريفية تحديدا في جمهورية مصر العربية. قديما كان الاعتقاد السائد كانت ثقافة، حضرتك كنت عارف ان كل منطقة بيبقى لها ثقافة، مش المجتمع فقط، ده كل جزء في المجتمع. ما في مجتمع محلي القرى بقى والمناطق الريفية، وفي مجتمع عام اللي هي المدن والحضر يعني عموم. قديما كان يسود اعتقاد بانه لا لتعليم الفتيات، وان مسير البنت هتتجوز وتروح بيت جوزها فتعمل هذا، وخاصة في بعض المناطق اللي بتقطن فيها يعني أختنا اللي تكلمت الأستاذة فؤادة، كانوا إلى حد قريب لا يعتقدوا في تعليم الإناث، مش كلهم طبعا لكن بعضهم كان لا يعتقد في تعليم الناس، وبالتالي ده كان بيأثر. لما تيجي تشوف الإحصائيات حضرتك مثلا عندنا في جمهورية مصر العربية هتلاقي فجوة كبيرة قوي بين تعليم الذكور وتعليم الإناث، والفجوة دي جاية منين؟ من الحتة اللي بقول لحضراتكم عليها، وهي انه في المناطق الريفية كان الاهتمام بتعليم الإناث يكاد يكون يعني متدني جدا جدا مقارنة بتعليم الذكور. طبعا احنا بنعاصر تطور وتكنولوجيا وبنلاقي ان الناس بدأت تتنبه الى اهمية التعليم عشان تقدر تواكب التطور الحادث، وعشان ابني ما يطلعش يعاني نفس اللي انا عانيته، وعشان ابني انا الوحيد اللي بتمنى وبشتغل على انه يبقى افضل مني، فلا مهما كلفني الامر بتعب وابذل المزيد من الجهود عشان اعلم اولادي عشان يقدروا فعلا يعيشوا حياة كريمة، لانه زي ما قلت لحضراتكم بالعلم ترقى الامم حقيقي. فمن هنا بس كنت عاوز ألمس على انه من اهم معوقات التعليم اللي بتواجه التعليم في بلداننا هي يعني مثلا الجزئية اللي اتكلمت فيها اختنا بحكاية انه تعليم الاناث، فضلا عن نسبة الامية للأسف خطر كبير يهدد مجتمعاتنا، وهي نسبة الأمية. مش عايز أقول برضو في كل البلدان، لكن خليني أقول عندنا بالفعل بدأت تتدنى لدرجة أن احنا عندنا مؤسسة كبيرة وكيان عريق هي العامة لمحو الأمية تعليم الكبار شغال على هذا الأساس، لدرجة حضراتكم أنه بقى طلابنا الجامعيين ما بيتخرجوش إلا لما بالفعل يمحو، كل واحد منهم يمحو أمية اتنين على حسب الجامعات. في جامعة بتطلب من كل خريج مشروع التخرج بتاعه إلى جانب مشروع التخرج إنه يمحو أمية أحد الأميين في منطقته أو في أي منطقة، يجيب بس ما يثبت إنه هو كان السبب
في محو أمية وده ليه حضراتكم؟ لأنه كتير من الناس فعلا بتكون عقبة ومعوق في طريق البعض الآخر، زي هو بعد ما شاب ودوك كتاب، طب انت ده انت بقيت رجل برا ورجل جوه، هو انت هتعمل ايه بالشهادة؟ طب ما كتير شهادات اتخذت ومعلقينها هي في المكتبات ما عملوش بيها حاجة ويحبطوا الناس. لكن لما يبقى في مثال زي الأستاذة فؤادة حقيقي واسمحوا لي ارفع ليها القبعة واحيي مثل هذا النموذج، ليه؟ عشان عنده إصرار وعزيمة، وهو فعلا مثال يبتذى به. وبالتالي هننهض بالعملية التعليمية، هنجمع المعرفة اللي فيها اللي بيها فعلا بتصبح مهارة، ويصبح المهارة دي خبرة، يعني نتيجة المهارات اللي بكونها أو اللي بكتسبها يبقى عندي خبرة في الحياة. وبالتالي لا، التعليم هيبقى له مستقبل واعد، وخاصة إنه زي ما حضراتكم عارفين إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي، فالنهاردة كل الأمور تحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كل ده بيعزز من تطوير التعليم في مجتمعاتنا مش العربية بس بل في العالم أجمع. شكرا جزيلا معالي الدكتور. شكرا دكتور سعد. حقيقة دكتور سعد، من التجربة الخاصة بأستاذتنا مشاركتنا الحديث أستاذ فؤادة وتجربتها، هنالك نوعين من الثقافة، هنالك الثقافة التي تخص الثقافة التعليمية في الجانب الأكاديمي، وهناك الثقافة اللي تحدثنا عليها اللي أفصلنا عن الثقافة المجتمعية. إذا لاحظنا اليوم سكان، هناك مصطلح اليوم الكثير يتم الحديث عنه هو التنمية المستدامة. التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية هناك نقطة كبيرة، تجد بالمجتمعات الريفية الاتصال الوثيق بالطبيعة، غالبا ما سكان الريف يكونون هم أكثر ارتباطا وأكثر تثقيفا بالطبيعة، نظرا لاعتمادهم على الزراعة والصيد كمصادر رئيسية للعيش. هذا الارتباط يجعلهم أكثر وعيا وثقافة بالحاجة للحفاظ على البيئة. في هذه الجوانب الثقافة حتى تقتصر، ونجد دكتور سعد هذه الثقافة فطرية في قلب شخص الريفي، على عكس ما نجد أن هنالك سكان المدن غالبا ما يكونون هم من أكثر الناس الأمس بالحاجة لحملات التوعية البيئية، على الرغم تقدمهم بالتعليم والعلم لخطوات كبيرة. فهذه المفارقة أيضا جدا شائعة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يعني اقتحمت قبل ما تعرفت تستجيبوا لقطعياتي، اقتحمت الحوار بس النقطة دي كان لازم يتهم بعض المجتمع، سامحوني بحاعرفكم بيها بعدين، يتهم بعض المجتمعات بأنها هي السبب في تدني مستويات التعليم والغرس أنواع من الثقافات في منع البنات من التعليم، أو منع أو يعني مثلا توقف الشباب عن إكمال تعليمهم عشان الزراعة أو الصناعة. لكن في بعض الأماكن تتهم الحكومات بسبب عدم الاقتراب من البنى التحتية في المناطق النائية أو المناطق المرتفعة أو المناطق اللي هي بتكون في عمق الصحراء، إذا لم يصل إليها العمران وإذا لم يتصل إليها الحكومات في العناية بالبنى التحتية، ماذا سيفعل المجتمع؟ هيحاول إن هو يا إما التعليم الكتاتيب اللي كان ماشي زمان، أو هيحاول إن هو يرسل أبنائه إلى مناطق أبعد. ماشي، دي حاجة. الحاجة الثانية، مش لازم هو المجتمع هو السبب، مش لازم البنت هي السبب أو أسرتها هي السبب في عدم التعليم. أنا أسرتي كانت السبب في إن أنا إدمان في التعليم، درجة بكالوريوس 25 دبلومة ماجستير دكتوراه في تخصصات قد تكون نادرة، ومع ذلك ما زلت معلمة لأصحاب الهمم. معكم دكتورة أمل موسى، دكتوراه في الابتكار المؤسسي والتحول الرقمي واستشراف المستقبل، وأيضا مقيم للتعليم لضمان جودة التعليم. شرفتينا دكتورة، سعيدين بوجودك معنا اليوم. أهلا بكم. وأنا يعني حابة أقول نقطة، سامحيني دكتورة إن أنا مسلمتش في البداية، معذرة. تحياتي لكم جميعا، تحياتي للدكتورة ولحضرتك. النقطة اللي عايزة أوصل لها إن إحنا عشان يكون عندنا رؤية شاملة، يكون عندنا نوع من العدالة في النظرة للمجتمع وللفتيات وللشباب وللناس اللي اتحرمت من التعليم والناس أصحاب الهمم اللي مش وصل لهم تعليم. فأنا كمقيم لضمان جودة التعليم
في مناطق أرى أن التعليم فيها جيد جدا وممتاز ومتميز، رغم أنه ما وصلش للمراحل اللي فيها أن الواحد يكمل تعليمه يعني تعليمه العالي، بالرغم من قلة الإمكانيات زي المناطق النائية اللي اتكلمت عنها الأستاذة فؤادة. أيضا أنا عايزة أقول شيء مهم، أن البرامج المتبعة في التحديث التعليم مطلوبة، مطلوب ان احنا نحدث اساليب التعليم، مطلوب ان احنا نمشي وفق مؤشرات ومعايير حديثة يتم وضعها من خلال العلماء والباحثين في مجال التعليم، كل حسب منطقته للارتقاء بمستوى التعليم. عندما احاول تقييم ضمان جودة التعليم في مكان، احس ان التعليم محتاج كتير، محتاج نهضة، نهضة حديثة غير النهضة اللي عملها محمد علي. تمام دكتور. دكتورة أمل، يا ريت تتركي لنا إيميلك على الماسنجر عشان نتواصل بعد الجلسة إن شاء الله. بالتأكيد. تحياتي ليكم، قامات علمية رائعة، الله يحفظكم جميعا. دكتورة منال. أيوة. ميرسي يا دكتور خالص، وفعلا ده اللي أنا أشرت ليه. وعلى فكرة برضو احنا مهتمين قوي بملف ذوي الهمم، وعايزة اقول لحضرتك طبعا ان انت عارفة زي ما انا عارفة تماما ان ذوي الهمم دلوقتي بقوا على مستوى تثقيفي وتعليمي ورياضي، وبقت الدولة مهتمة بيهم، ملفهم بقى من الاولويات للدولة، بقينا مهتمين بيهم جدا في الرياضة والتعليم والفن، حتى بنطلع منهم مواهب رهيبة وروعة، وبنطلع كل اللي جواهم، الطاقات اللي جواهم بنطلعها بإيجابية في أعمال فنية ورياضية، وبنعمل لهم مؤتمرات وبنعمل لهم حفلات. وفعلا يعني بقينا شغلنا الشغل دلوقتي ذوي الهمم والارتقاء بيهم، وإن احنا نطلع منهم مبدعين كتير. وفعلا دلوقتي بقوا غير الأول خالص، عندهم ثقة في نفسهم، عندهم مواهب عديدة، عندهم اهتمام من الدولة ومن الشؤون التضامن الاجتماعي ومن سيادة الرئيس شخصيا. ففعلا احنا مهتمين بالملف ده جدا، وان هما دلوقتي فعلا بنديهم كل حقوقهم. هو السلام عليكم. دكتورة منال، بس الصوت اختفى. تفضل دكتور مازن. تمام. ناخذ معنا استاذ احمد صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذة أميرة، بس ان شاء الله بعد دكتور احمد تكوني معنا. طيب حاضر، معليش. شكرا استاذ احمد. تفضل استاذة أميرة. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. مشكورة دكتورة منال والغايمين على أمر المبادرة الخاصة بالوعي، ومشكورين على المعلومات وعلى المداخلات وعلى العطاء والجهد المبذول في إطار الوعي الثقافي. ميرسي لحضرتك. الله يبارك فيك. ميرسي لحضرتك، شرفتنا بمشاركتك. الله يبارك فيك، وخاصة في مجال الوعي المجتمعي. نحن بنسميه إذا كان ثقافي، إذا كان تعليمي، إذا كان فكري، إذا كان وجداني، كله نحن بنسميه إطار خاص بالوعي المجتمعي. وده أساساً لا ينطلق إلا من خلال المؤسسات، سواء كانت المدارس، سواء كانت المؤسسات. ليه؟ لأنه نحن عايزين فكر جديد، عايزين نحن إعداد جديد لمواطن جديد عشان يحقق لي نوع من الأمن ونوع من الاستقرار. عشان كده نحن لابد نقف أو نوقف الجدل فيما يختص بالمجال الفكري والمجال الخاص بالوعي والمجال الخاص بالتوعية. فبالتالي نحن محتاجين إلى أن يكون عندنا نوع من الفكر الخاص ب الوعي في مجال المجتمع. ليه؟ لأنه إذا كان عندنا وعي، معناته نحن أعدينا إنسان إنه قادر على حل المشاكل، سواء كانت هذه المشاكل على مدى غريب أو مدى
بعيد. عشان كده نحن لابد نحدد المجموعات اللي عندها الصلة بالعملية التعليمية. ليه؟ لأنه حيخرجوا لنا أفراد مجتمع، وده نحن عايزين يكون عندهم نوع من التربية الخاصة عشان بنستهدف به البناء المجتمعي والاستقرار. عشان كده نحن بنشكر القائمين على أمر المبادرات، وخاصة إنه التعليم حصل له نوع من التطور. إذا كان هذا التطور لم يعالج المشاكل الخاصة في المجتمع، فما في داعي للتطور، خاصة فيما يعرف بالعصر الرقمي. فلا بد نحن محتاجين إلى نوع من الوعي الثقافي، وخاصة فيما يختص بعملية التعليم. التعليم هو القادر على جعل الإنسان إنه يفكر بطريقة مقائرة، هو القادر على محو الأمية، هو القادر على توحيد الوجدان والشعور. وبالتالي ده لا يمكن إلا أن يكون من خلال عملية التعليم المعلم. فبالتالي عملية الوعي الثقافي المجتمعي بتتمحور حول 3 محاور. المحور الأول اللي هو المعلم، والمحور الثاني اللي هو المتعلم اللي هو ده حيقود المجتمع، والمحور الثالث القيادات. فبالتالي نحن عايزين نحصل على وعي خاص بالعملية التعليمية والثقافية. هذا لا يمكن إلا من خلال الوعي الاجتماعي، عشان نحن عايزين نبني وعي جماهيري فيه توجيه للمجتمع ولحياته. فبالتالي لابد من اختيار المحتوى، واختيار المحتوى هذا صدق الحق، اختيار المحتوى هذا بتقوم به القيادة وبيقوم به المعلمين، وبيظهر على مستوى المتعلمين وعلى مستوى المجتمع. فبالتالي هنا بتكون وعي إيجابي بيشجع لي أبنائنا على إنهم يشاركوا ويقوموا ويطوروا هذا المحتوى. فبالتالي بتكون في نوع من العملية بتاعت الرفع للوعي الاجتماعي. عشان كده عندنا فرق ما بين الوعي وما بين الإدراك. الإدراك إنك كيف تتصور الشيء وتدرك وتعرفه. وبالتالي نحن لابد هنا من استخدام القوة، ألا وهي قوة التعليم، اللي هي بتأكد الوجود المجتمعي والثقافي، وبتحدد لي الوعي بطريقة كبيرة. فبالتالي لابد من إنه العملية التعليمية تنشأ من خلال الإثارة لحد ما نصل إلى المتعلم إلى عملية الإدراك. ليه؟ لأنه إذا غاب الوعي ده بيؤدي إلى اللامبالاة. فبالتالي نظرة الإنسان لنفسه ولبلده وللمشاكل حتكون فيها نوع من التدني. بالظبط. وبالتالي هنا الوعي الثقافي والتعليمي لابد إنه يعتمد على العملية الخاصة بالتنمية المستدامة، لأن التنمية المستدامة بتؤدي إلى إنه نحن نكون ثم نمكن. فبالتالي لابد لنا من فريق وإدارة عمل قادرة على إنها تحط كل فرد هذه القوة من الناحية الثقافية والتعليمية. وشكرا شكرا جزيلا. دكتورة، حياك الله، نورتينا. ناخذ أستاذة لمياء. تفضل أستاذة لمياء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك ورحمة الله. ورحمة الله. أشكركم على المبادرة القيمة، ينتفع بها إن شاء الله الأمة. معكم الدكتورة لمياء، جامعة الزعيم الأزهري، السودان. حياك الله. مواصلة أنا انقطعت للمشكلة في النت، لكن مواصلة لما قدمته الأستاذة بارك الله فيها، والدكتورة بارك الله فيها، معلومات قيمة جدا. لكن أنا عندي إضافة بسيطة، فإنه زمان كان التعليم عندنا محصور في 3 أشياء: الأسرة والمدرسة والشارع. الشارع برضو كان بيعلم لكن كان منضبط. الآن التعليم أصبح يتلقاه المتلقي عبر 5 قنوات: الأسرة والمدرسة، والأسرة طبعا هي المحور الأول،
والمدرسة والشارع والإعلام والإنسان نفسه. عشان كده أصبحت هناك في معضلة كبيرة، وأصبحت هناك في مشكلة كبيرة في المواعين بتاعت التعليم بيتلقاها الطفل من هو صغير لحد ما يكبر. وفي مشكلة ثانية برضو مقابلانا في المجتمعات، اللي هي الثقافات الدخيلة اللي أثرت لنا على الجيل الجديد. فلو لاحظتوا في كثير من الثقافات الدخيلة ما بتشبه المجتمعات دخلت على الجيل الجديد، اللي هو الجيل المعني بالتقدم والمعني بالتطوير المجتمعات. إذن إحنا عندنا معضلتين أو عندنا مشكلتين. مشكلة كيف أنت تطور مناهجك، وكيف أنك تطور التعليم، وفي نفس الوقت كيف أنك أنت تحافظ على ثقافاتك وتحارب الثقافات الدخيلة اللي بتأثر لنا على الأجيال القادمة. المحاور اللي نوغشت كلها تمت من ناحية علمية، اللي هو ارتبط الثقافة بالتعليم، لكن الثقافة برضو عندها شق تاني، اللي هو الشق العام، الأنشطة العامة اللي بيقوم بها المجتمع ككل، الموروثات اللي يتوارث من جيل لآخر. هل هي نفسها؟ هل حصل لها نوع من التغيير؟ طبعا حصل لها نوع من التغيير، والتغيير في تغيير سلبي وتغيير إيجابي. التغيير السلبي حيأثر لنا تأثير كبير جدا جدا على الأجيال الجاية. فأنا كان يعني كنت أتمنى من خلال المحاضرة إنه الناس تناقش الثقافات الدخيلة والآثار السالبة على المجتمع منها. شكرا كثير، كثر خيركم وبارك الله فيكم. شكرا دكتور لميا، بعد موجودك. تفضل دكتورة منال، إذا كان عندك تعليق على فيما تفضلت فيه الأستاذة. مرسي للدكتورة. بس وإحنا فعلا لو عايزين نتكلم بتوسع، عايزين ساعات وساعات علشان نتكلم في كل الثقافات وفي تأثيرها. بس احنا قلنا المختصر المفيد، وقلنا ازاي ان احنا يعني الطرق للتثقيف والتعليم، وان الثقافة زي ما قلنا ليها طرق كتير وليها مجالات كتير. فمرسي لحضرتها، وان شاء الله نتكلم بتوسع في حلقات جاية ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. شوف مين كمان معانا. فاطمة علي. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله فاطمة. لكم جميعا نشكر الدكتورة على ما قدمته، ممتاز جدا جدا. بس حبيت يعني أشارك بشيء بسيط. يعني أنا كنت طبعا أدرس في مصر إلى إلى الإعدادية، وسافرت وتجوزت طبعا في بلدي وأنا صغيرة، وكنت في منطقة ريفية الأمية فيها تقريبا لو قلت 99% في أوساط الفتيات. طبعا أنا كنت رافضة المنطقة كلها ورافضة طبعا. فسبحان الله كان في يعني في فصل واحد ماسكة واحدة مصرية عشة، فعملوا لي عليها مدير بس على أساس يعني علمهم فقط القراءة والكتابة. ففكرت أنا أبتقي بالمدرسة، فلما بدأنا يعني نعمل زي ما تقول ثالثة ورابعة وخامسة وبدأنا نرتقي، وقفت لي طبعا القبيلة، وكان الأمهات جهل جهل جهل. الواحدة تجي تأخذ بنتها من داخل الفصل وتقول لا بنتي لا مش هتعود. فواجهتنا يعني مشاكل في التعليم كثيرة جدا جدا، وأنا كنت وقتها صغيرة. بس برضو كنت يعني معايا الفريق أهلي، يعني بنات عمامي ومستواهن المعيشي كويس، فكان واقفين معايا وهم يعني عايزين التعليم، فكانوا بيمسكوا فيا ويقولوا لا ما تسافريش خليكي معانا. المهم طبعا أنا كنت تحديت الكل، وبدأنا طبعا نواصل التعليم. كان طبعا يطردون نحن من مكان لمكان. طبعا رحت لعند بيت أهلي وعملنا عشش وعملنا صنبورات وعملنا مدري إيش. وفي كان مدرسة مدرستين
أيوة واجهتنا مشاكل كثيرة كثيرة جدا جدا. أول نقص المدرسين، الطلاب مش راضين يدفعوا المبالغ الرسمية، لأن أمهاتهم طبعا بيحسوا إن إحنا واخذين بناتهم، هم بيشتغلوا في البيوت وفي الحقل. فكان يعني فاتخذنا طرق. الطريقة الأول إن إحنا دربنا البنات اللي وصلوا للسادسة ابتدائي، يدرسوا يعني الابتدائي، وهم بنبحث لهم عن معلمة معلمتين، والأولاد يدرسوا، وممنوع الرجال يدخلون يدرسون. في مشاكل القبيلة بتفض المدرس، أنا بجيبه بتصايح وبجيبه يعني بدخله، بس هم يعني بتحصل مشاكل. فيعني احنا اتخذنا طرق. الطريقة الأول إن احنا ندرب الناس اللي كفاءات يساعدوا في التدريس، ونعمل استمرارية للعملية التعليمية. الأمر الثاني أن احنا لازم نعمل اتصلنا بالأعمال الخيرية بالمناطق الخيرية، مش في القرية طبعا، في المدينة، لأن أهلي طبعا كان لهم يعني مكانة في المدينة، وكنا نغطي يعني رسوم الطالبات بتاع المدرسة كامل. كان منهم 20 طالبة، أصبحوا 400 طالبة، أصبحوا 500 طالبة، أصبحوا 600 طالبة. رجعنا نخرج للقرى الثانية. طبعا كنا بنوعي الأمهات، كل أسبوع بنجمع الأمهات بنوعيهم بالتعليم، بضرورة التعليم، وإن التعليم كذا، وإن إحنا يعني مش قصدي إحنا بنات كنا ناخذهن، وإن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والله أمر بالعلم. المهم توعية يعني على قدنا، على مستوانا، أيوه على مستوانا بالضبط. المهم جهات لمحو الأمية يا أستاذ، أنت كده جهات لمحو الأمية. لا، الأمر الثاني يا أستاذة، رجعنا عملنا محو أمية. في محو أمية عملنا يعني تعليم، جت المنظمات الأخرى وشافت يعني أن الطالبات مجتهدات وكويسات، فتحت لنا طبعا مدرسة يعني مثلا إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي. طبعا ده ما جاش بيوم وليلة، ده جاب جهد، والأرض إحنا بذلناها يعني من عندنا عن طريق أهلي، عن طريق يعني يعني أعمام المهم في الأخير. معلش بعمل اختصار، في الأخير الطالبات دول احنا اتجهنا للقرى الأخرى، أصبحوا فيهم مدرسات، أصبحوا فيهم طبيبات، أصبحوا فيهم يعني قابلات، أصبحوا الآن مثلا أيوه أصبحوا كذا، واستمرنا طبعا العملية التعليمية. أنا كنت أدرس، أنا برضو كنت أدرس، كنت منتسبة وبدرس ودرست، أنا برضو أنا من اليمن يعني، واصلت درست حقيقة أسمع المقاطعة دكتورة منال ودكتورة آية، حقيقة شيء مفرح أنه نسمع كثير أغلبية الحضور سواء كان من اليمن أو من السودان أو من العراق، أنه كان في مسيرة محطاتهم محطات حياتهم هنالك مصر. حقيقة يعني ما يخفي الإشارة إلى الدور التاريخي والحضاري الكبير اللي لعبته مصر نشر العلم والثقافة على مر العصور. أنا سعيد جدا أن كان لي حقيقة أيضا محطة من محطات حياة جيت، هذا أنا أعتز بيها طبعا. على الرغم دكتورة ستر، يعني حقا من قال أسف بس هنالك شوشر بالصوت أساتذتنا أستاذ حيدر، حقيقة بس سيطر على الصوت، حقيقة يعني ما كذب اللي قال يا مصر يا منارة الأزمان فيك العلم بين الجنان، أم العلوم ومهد كل فكر ومنبع النور في كل مكان. حقيقة مصر هذه الأرض كانت الأرض المباركة بالعلم وبإشعاعها الحضاري بالعلم. شيء مفرح وسعيد أن اليوم لقاءنا هذا لقاءنا لقاء عربي خالص، بحضور من كل الخلفيات من كل الثقافات على مختلف بلداننا العربية. هذا الشيء مفرح جدا دكتورة منال، توافقيني؟ أكيد توافقين الرأي في هذا. أكيد طبعا شرف لينا طبعا،
وكلنا طبعا العرب كلهم اخوات وايد واحده وكلنا بنكمل بعض، وهي مصر دايما ام الدنيا اللي بتحتوي كل العرب، واحنا كلنا بجد يعني بنعتز بالعرب كاخوه واهل وفاتحين لهم دايما دراعاتنا يعني الحمد لله طبعا بيهم في اي وقت يعني. ربنا يديم الخير ان شاء الله. نشوف شذا بقى لان انا فجرت كل المشاعر دي للناس. شكرا شكرا. السلام عليكم. شذا شذا الشام تمام. اماني استاذ اماني تفضلي. الله يعافيك استاذه شذا تفضلي. شذا الشام للتنمية المستدامة. طبعا احنا منظمة، شكرا لقبول مشاركتنا معكم. هلا اتمنى احنا من المحاضرة انه تفضلي معك استاذة شذا تفضلي. لبين ما ترجع استاذة شذا يبدو انه انقطع عندها الاتصال. شوف استاذة اماني نهى عبد الوحيد. نهى عبد الواحد. مبدئيا كل الشكر والتقدير طبعا لجميع القائمين على المبادرة الهامة والجميلة دي، سواء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا او جامعة الازهر واكاديمية ميتا المستقبل، وطبعا كل التقدير والاحترام لأساتذتنا الدكاترة المحاضرين. وسعيدة جدا النهاردة معنا دكتورة منال، بس حابة أسمع بقى رأيها إن شاء الله النهاردة في دور المحور التعليمي والثقافي في تحقيق التنمية المستدامة، لأن مصطلح التنمية المستدامة ده مصطلح إحنا مش مجرد مصطلح رنان بس بنسمعه كتير، لا إحنا فعلا كمجتمعات عربية محتاجينه جدا، وخصوصا يعني إحنا شايفين في تحديات كتيرة في المجتمعات العربية، وأهمها طبعا تحدي الأمية اللي كتير من السادة الحاضرين اتكلموا عنه، والصعوبات اللي قابلوها علشان يقدروا يواجهوا التحدي ده ويتغلبوا عليه. التنمية المستدامة حاجة مهمة جدا دلوقتي بقت في مجتمعات العالم كله، مش مجتمع عربي بس، ولكن احنا عندنا تحديات أقوى شوية. طبعا العالم كله دلوقتي بيعاني من صراعات على مصادر الطاقة، سواء الغير متجددة أو مصادر المياه ونضوبها وأسبابها، سواء كانت تغيرات مناخية أو أسباب أخرى مختلفة. فأنا حابة أسمع رأي الدكتورة منال في دور المحور الثقافي والتعليمي وألياته في تحقيق التنمية المستدامة، وكل الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم جميعا. أهلا وسهلا خصوصا الدكتورة منال. مرسي لحضرتك خالص. بصي هي دلوقتي التنمية المستدامة هي لغة العصر، احنا دايما بنعمل على تنمية المجتمع وتنمية الشخص وتنمية ذوي الهمم وتنمية الشخص العادي، تنمية الطلبة في المدارس، تنمية الستات السيدات، ازاي بننمي قدراتهم وبننمي مواهبهم، ازاي بنساعدهم ان هم يستفيدوا من مواهبهم وقدراتهم وفرص الفرص المتاحة، يعني مثلا المرأة المعيلة، الأسر المنتجة، دايما بننمي فيها حتة الاستفادة من الوضع الاجتماعي بتاعها. يعني دلوقتي الست الريفية او المصرية عامة اللي عندها اي موهبة او اي حاجة ممكن تعملها تبقى مصدر رزق ليها ولأولادها، علشان ما تعتمدش على حد وما تستناش حسنة من حد، بالعكس هي تبقى معيلة لأولادها ولنفسها وتبقى سيدة منتجة. بنعلمها ازاي ان هي تنمي مهاراتها، بنعلمها ازاي ان هي تستفيد منها، تربية طيور، صناعة أجبان، أنواع الجبن، الأعمال اليدوية، أعمال التريكو، أعمال يعني أي حاجة هي بتفهم فيها بننميها وبنساعدها إن هي تنتج، وبنعمل لها سوق
بنعمل لها سوق لتسويق المنتجات بتاعتها، تقدر تعتمد على نفسها. بنعمل تنمية لذوي الهمم زي ما قلت قبل كده لحضراتكم، إن إحنا بننمي مواهبهم، اللي عنده موهبة فنية، اللي عنده موهبة رياضية، اللي عنده موهبة في الرسم، في أي إبداع، بنساعده وبنفهمه إزاي إن هو يستفيد من ده، وبننميه وبنخليه إن هو يبقى إنسان فعال وعضو عامل في المجتمع، وليه مكانته وليه ثقله في المجتمع، إن هو مش حد على الهامش، مش حد عال على مجتمع، بالعكس هو حد عضو فعال وبيعرف يعني ايه ينمي موهبته، يعني ايه يستفيد منها، يعني ايه يبقى عالمي، يعني ايه يبقى يوصل لأعلى المراتب في موهبته دي او في القدرات اللي عنده. فهي دي التنمية، احنا بننمي المواهب وبننمي الثقافة وبننمي الفكر وبننمي التعليم وبننمي فيهم كل حاجة. وزي ما قلنا احنا بنعمل الحاجات دي من الصغر عشان يطلعوا ان هم يبقوا عارفين يعني ايه ثقافة، عارفين يعني ايه تنمية، عارفين يعني ايه ان هم يبقوا مش على المجتمع، مش يبقوا مجرد حد قاعد بس بيتعلم وياكل ويشرب مش فاهم اي حاجة بتدور حواليه. فإحنا فعلاً يعني هي التنمية دلوقتي المستدامة لغة العصر، وإحنا فعلاً شغالين عليها بكل الفئات ولكل الأعمار ولكل الجنسيات. ألف شكر لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. إضافة بسيطة؟ تفضلي. بس باختصار. أيوة باختصار. طبعاً ثورة التعليم العالي يعني أفرزت لنا كمية من الطلاب خريجين بيحملوا عدد من الشهادات بمختلف التخصصات، يعني إضافة للكلام الدكتورة ما قصرت، فما في مواعين بتستوعبهم. فكان من ضمن المشاريع اللي اشتغلنا عليها اللي هو كيف نحن نملك الخريج صنعة في يده، اللي هي صناعات اللي بيقول عليها صناعات التحويلية. فده كان من المشاريع الإنتاجية اللي احنا بنملكها للخريج، بتشتغل في المناطق الفقيرة. يعني نحن في دولتنا السودان في مناطق نائية فقيرة، الخدمات فيها لسه، فكان الطلاب دول أو الخريجين نحن بنشغلهم في مراكز إنتاجية. هذه المراكز بتعلمهم صنعة تحويلية في يده، حتى لو كان هو بيحمل درجة البكالوريوس في الطب مثلا، لكن هو في النهاية عنده صنعة. الملخص الآن عايز أقوله إنه الدراسة الأكاديمية لابد إنها تصطحب معاها الدراسة الفنية. ليه؟ عشان الخريج يكون عنده شهادة أكاديمية في يده، وفي نفس الوقت عنده صنعة تعوله في 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 حياته مستقبلا. وشكرا. شكرا أستاذتنا العزيزة. ناخذ عائشة محمد. أستاذة عائشة معنا. مرحبا. مرحبا، يعطيكم العافية وشكرا على هاي الجهود. معكم عائشة محمد من لبنان، مستشارة وأخصائية نفسية اجتماعية. هلأ بالنسبة لكل شيء قالته الدكتورة، ما شاء الله محاضرة ممتازة، الله يعطيكي ألف عافية. حبيت ضوي على نقطة مهمة وخصوصي كدومين شغلي. نحن مثل ما بتعرفوا أنه صرنا بعصر التطور والتكنولوجيا، هذا طبعا يلي بيخلينا بصدد أنه نواكب دايما التطور ونحدث المناهج التعليمية. ولكن بدي أشير على أمر كتير مهم، وهو أهمية تفعيل الدور أو الأجهزة أو بالأحرى الجهاز الإرشادي بمجال التعليم. بالأخص نحن صرنا بحرب، وهيدي الحرب بفضل العولمة، صرنا بحرب فكري، بحرب ثقافي. فلابد أنه يكون في وعي من ناحية كل ما يغزو المجتمع، لأن العملية التعليمية بتكمن أهميتها بالسمو والرقي الثقافي والمعرفي. لهيك لابد أنه نوجه هاي الثقافة وهاي المعرفة بشكل سليم وبشكل ملائم، وهذا الشيء اللي بيساعد المتعلم أنه يندمج ببيئة العلم، وبالتالي المدرس أنه يقدر يبدع بهاي البيئة. ولهيك لازم ندرك هيدا الشيء من خلال أنه نفعل الدور أو الجهاز الإرشادي بالعملية التعليمية، بالأخص مثل ما بتعرفوا أنه ببلادنا العربية صارت تفتقر لهيدا الشيء مقارنة لأهمية هيدي الأجهزة برا. وشكرا لكم. شكرا أستاذ عائشة.
استاذ احمد صلاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله دكتور. استاذ الفاضل حياك الله، وشكرا جزيلا الكريم لدكتوره منال شنودة على المحاضره الراقيه الرائعه، وشكرا لدكتورنا الغالي سعد شمس الدين، شكرا لكل الاخوه الحضور الذين يعني اطفوا على المحاضره كلماتهم الرقيقه الرقراقه. انا عندي اضافه او يعني كلمات تدور على حول النسق وندندن حولها. اللي هو بالنسبه للوعي الثقافي المجتمعي، هم عنصرين مترابطين، كلما زاد الوعي الثقافي كل ما كان عندنا مجتمع معافى. والعمليتين عشان يزيدوا بالتاكيد ويكون وعي ايجابي نافع مفيد للمجتمع، احنا محتاجين نشتغل على عنصرين رئيسيين او عاملين مهمين، هو عامل التعليم زي ما اسلف الاخوه الكرام الدكاتره الافاضل، والعامل الثاني هو عامل التدريس عن طريق العمليه التدريبيه. نعزز المراكز التدريبيه، نقوي العمليه التدريبيه، يكون عندنا مدربين قادرين على انجاح العمليه التدريبيه بالمفاهيم الحديثه. ونحتاج للثلاث عوامل اللي ذكرتهم دكتورتنا الفاضله في تعقيب لطيف، انه احنا عايزين المعلم والمتعلم والبيئه تقريبا حسب ما اسلفت لو صدق القول عندي، محتاجين كذلك لتعزيز وتقويه المناهج. احنا محتاجين لمناهج ذات اهداف قويه، يعني على حسب ما اعتقد انه اذا كان الهدف عندنا قوي من وراء المنهج، المنهج حيكون بالتالي قوي. عايزين ننظر للمناهج اللي احنا بنضعها لطلابنا وتلاميذنا في المدارس، ما هو الهدف من وراء التربيه الاسلاميه، ما هو الهدف من ماده وراء ماده اللغه العربيه، ما هو الهدف من وراء ماده الفيزياء انسون. لو كانت عندنا مجموعه بتاعه اهداف الاساس والهدف الرئيس منها انشاء فرد كمواطن صالح في دولته والمجتمع المحيط من حوله، اذا المناهج حتكون معززه لانشاء هؤلاء الافراد. كذلك العمليه التدريبيه، كل ما كان عندنا دورات تدريبيه بمحتوى احترافي، محتوى يواكب الثقافه العصريه الحديثه، ثقافه الاي اي، ثقافه التكنولوجيا الحديثه، كل ما كان عندنا كم هائل من المتدربين اللي بيمارسوا العمليه التدريبيه وهم اصحاب وعي ثقافي كبير جدا. كل المجتمعات العربيه والافريقيه والاسيويه وغيرها لم تنهض الا بما نهضت به من قبل اوروبا في عصور الظلام والعصور الوسطى، او بما نهضت به اليابان بعد هيروشيما وناجازاكي. كلا الحضارتين تطوروا ونشأوا وازدهروا من خلال العملية التعليمية والتدريبية. فإذا يعني بفتكر المبادرة الآن من جامعة من أكاديمية ميت المستقبل والأزهر الشريف جامعة التكنولوجيا، هذه المبادرة مبادرة الوعي الثقافي دي من أجمل المبادرات، وأنا سعيد غاية السعادة ولي الشرف العظيم إن أنا أكون عضو موجود داخلها. أفتكر دي المفترض تولد بعد كده كمية بتاعة أعمال، كمية بتاعة مبادرات، كمية بتاعة نشاطات على المستوى الإقليمي لكل دولة. كل دولة تقوم بنفس النشاط تعزز نفس الجانب الموجود فيها، يتطور التعليم، تتطور العملية التدريبية، يخرج أفراد صالحين نافعين لمجتمعاتهم وبالتالي نافعين لكل الوطن العربي بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. لكم الشكر الجزيل ولكم كل التقدير والعرفان، نسأل الله تبارك وتعالى إن العمل يكون في موازين الحسنات بإذن الله جل وعلا. شاكر لكم على الفرصة. إلى الروضة. دونا حسين بسيوني تفضل. ولا طيور تسمع الدنيا. السلام عليكم. حياك الله وبركاته. بيكلمك. إن شاء الله مشاركة بسيطة، وبشكر الدكتورة شكرا جزيلا على هذه المحاضرة المركزة الجميلة، وأيضا حضراتكم هذا الترتيب الجيد. ولكن بأؤكد على ملحوظة من المرة السابقة، وهو الآن نحن في مكان أو يعني في مكان التعلم، فبنحتاج في كل إطار بيتعمل أن يكون في ثلاث أبنية تبقى واضحة، سواء بقى في المحاضرة وفي الأوراق اللي هنتداولها، لثلاث حاجات. واحد بيسموه الإطار النظري الكلي، نبقى عندنا فريم أو إطار للموضوع، وإحنا بنتكلم على موضوع اليوم الدكتورة بتتكلم عليه موضوع من أهم الموضوعات اللي لها مستوى قومي ومستوى مؤسسي ومستوى فردي، اللي هو موضوع الوعي والثقافة. وزي ما الزملاء وضحوا كده أنه في فروقات، الدكتورة أمل
وضحت حاجة جميلة جدا في موضوع القياس والمؤشرات اللي هو بيسموه القياس البناء القياسي المعياري، وده مهم ان احنا لو حطينا بناء نظري كلي وبناء تنفيذي سبب نشتغل عليه، لازم يبقى في بناء قياسي يحدد الوعي اللي بننتقل فيه، سواء بقى لان الامثله كثيره جدا والتجارب اللي سمعناها اليوم في منتهى الروعه ومتباينه ما بين تجارب شخصيه وما بين تجارب مؤسسيه بسيطه الى اكبر. فلو قدرنا من خلال قصه الوعي والثقافه ان احنا نحط الثلاث ابنيه دول ومن خلالهم نقول ان احنا ممكن يبقى لنا جهود وادوار على المستوى القومي، على مستوى بحيث ان احنا نتعاون حتى زي ما حضرتك بتقول كامه عربيه او كمجموعه دول، انه الموديل ده لو اتعمل نلاقي مصر مثلا واخده منه 70 نقوم نحاول نرفعه ل 80، لا انا في السودان 60 نرفعه 70، انا في العراق مثلا كذا، ويبقى الابنيه دي بتتكامل سواء بقى قومي او مؤسسي او فردي وهكذا. النقطه الثانيه انه كل موديل له تقييم، له تطوير بيتم بشكل متكامل، ونقدر ان احنا من خلال الابنية دي نقدر ننقل ونقول ان احنا انجزنا. انا مش عايز اطول عشان واضح ان الوقت متأخر، لكن ربنا يخليك. النقطة الاخيرة اللي اشار لها بعض الزملاء اللي هي المصطلحات الجديدة المتميزة التي تضع اطر جيدة زي التنمية المستدامة زي الحوكمة زي كذا، مهم جدا ان احنا يكون عندنا فكر مشترك ليها لكل المشاركين في المبادرة كناس بتشارك في الوعي، لأنه هو بيشتغل في أي مستوى من المستويات محتاج يقول للإنسان أنت عندك استدامة في إيه، يقدر يحققها إزاي على مستوى الفردي على داخله على كذا. حوكمة الكلام ده بالنسبة للمؤسسات، لأن كتير من المشاكل اللي بتعاني منها بلادنا نتيجة لضعف الحوكمة سواء في المستويات العليا أو المتوسطة أو التالية. أشكرك وبشكر الدكتورة، وياريت يعني يبقى بينا تعاون في الأطر الثلاثة دي بحيث ان احنا كلنا نحس بمردود بدرجات مختلفة في الموضوعات اللي بنتناولها. يعني شكرا الله بإذن الله تعالى. أستاذ حسين، بس حابب منك انه تحط لي الإيميل على الماسنجر عشان ان شاء الله نتواصل او اي طريقة تواصل. حاضر بإذن الله حبيب. نشرف ونسعد بذلك. شكرا ان شاء الله. أستاذة أفنان الخطيب، أطلع عليكم أساتذتنا، بس حقيقة الحديث والموضوع من المواضيع المهمة جدا، وال يعني الحديث فيها جدا رائع. يعني أستاذة أفنان، تمام. أستاذة أماني، أساتذتنا بس أحب أنوه أنه رابط الحضور بأسفل يعني بالماسنجر نزل أكثر من مرة وعمال يتكرر. أتمنى من الجميع تسجيل حضور، يعني لاحظنا بالورشتين السابقة حضور كبير ولكن لم يكن العدد بما هو مساوي للحضور للتسجيل، فأتمنى من الجميع أن يشارك بالحضور. دكتورنا لو تفضل. دكتور سعد، الله يحفظك، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا. بعتذر لكن يعني في حاجة بس مهمة، وهي أنه أحد الزميلات تحدث في التنمية المستدامة أو التعليم والتنمية المستدامة. هنا بنقول لحضرتك مثلا عندنا في جمهورية مصر العربية كنموذج، لكن أنا ما أعرفش بصراحة باقي الدول إيه اللي بيتم فيها. مجانية التعليم عندنا جعلت من المؤسسات اللي بتقدم الخدمات التعليمية، يعني طبعا لازم تتطور مع مرور الوقت عشان تواكب الأعداد اللي بتزيد، الطلب المتزايد على التعليم في المراحل المختلفة، إلا أن مجانية التعليم وخاصة في ظل الأزمات والكوارث زي الأمراض والأوبياء عافانا الله وإياكم زي كورونا زي ما قلنا وزي الحروب اللي فعلا أثرت على الناحية الاقتصادية في العالم كله، وبالتالي الأزمة الاقتصادية بيشعر بها العالم، حتى الدول اللي كانت بتمد إيديها للجميع وتساعد وتساند، النهاردة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وفي ظل هذه الظروف المتغيرات المعاصرة الأبنية التعليمية الأبنية التعليمية والبنى التحتية لهذه الأبنية محتاجين تتطور عشان تواكب الطلب المتزايد على
الخدمات اللي بتقدمها هذه الأبنية وهذه المؤسسات. ومن هنا بنقول لمست قوي حتة التنمية التعليم والتنمية المستدامة في إن هل هذه المؤسسات تقدم خدماتها التعليمية الآن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية دون المساس بحاجة الأجيال القادمة، أم أنه يعني يحدث كما حدث قديما إن تتهالك البنى التحتية وكل فين وفين على ما تتطور جزء أو يعملوا فرع جديد وبناء عليه حقوق الأجيال القادمة في الإمكانيات وتجهيزات المناسبة والملائمة اللي بتوائم التطور اللي حاصل النهاردة مش قد كده. عشان كده بس يعني كان عايز أنوه إلى أنه التطوير المستمر للبنى التحتية لهذه المؤسسات والتجديد و دكتور سعد الصوت اختفى. دكتور سعد سمعني؟ دكتور سعد؟ تمام. لغاية ما يرجع دكتور سعد هنكون مكملين مع أستاذ عبد القوي. تفضل أستاذ عبد القوي. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. اليوم فصلت الكلام اللي كنت بطرحه الدكتور سعد بارك الله فيه، واختصرت الدكتورة منال بمفهوم الوعي الثقافي وتكوين مع التعامل في المحيط ومعرفة السلوك. يعني يسعدنا تواجدك دكتور عبد القوي بالمقر أو الثلاث. ألو الصوت اسمع اسمع سامعك. الثقافة ها ألو سامعك أستاذ عبد القوي. المحور الثقافي اللي ما تكلمنا عنه ما تكلموا عنه الجميع الثقافة المنقولة. تمام. الثقافة المنقولة الثقافة المستوردة. كيف نحمي ثقافتنا من الثقافة المستوردة؟ كيف نحمي ثقافتنا من الثقافة المستوردة؟ الدكتور سعد يعني عرج عليها بكلمات مختصرة ومفيدة جدا. الفرق بين الثقافة والكم المعرفي مرتبط بالمعلومات والثقافة غير الجانب الثقافي الذي ينعكس على سلوكه. سلوك يعني كما قالت الدكتورة منال في العام والخاص. بالضبط. في العام والخاص كثير السلوك. طبعا الثقافة هي ما تمارس السلوك من تعامل. ليس كل ما تجمعه وتتعلمه من العلوم وتجمع وتحفظ، لا، غير كما أشارت الدكتورة منال في البداية قالت الأهم يعني التعليم الثقافي من الوعي التعليمي. ليش؟ لأنه لما يتكلم واحد يتعلم العلوم يعني وما يطبقهاش ما يمارسهاش بالواقع كما قال الآن كثير من المشاركين والمشاركات إنه يعني ينحصر التعليم على الفتاك الممنوع في دول التعليم وما زال لحد الآن مارس في الوطن العربي ككل في أغلب المناطق. يعني التعليم في جانب والثقافة في جانب آخر مهضومة تماما. تأثير الثقافة هنا أستاذ عبد علي تأثير الثقافة هنا شرط أنت إلى أن هي تشكل الهوية الاجتماعية. شديد بهذه المحاضرات والله مع الهامات العلمية الموجودة كامل يعني المفروض تصور يعني في دول نحن الأسعد حقيقة. بس أشرت إلى أنت نقطة مهمة جدا أيضا من خلال تحدثنا عنها بتفاصيلها أنه هي الثقافة تشكل الهوية الاجتماعية. عرجنا بهذا الجانب تشكل الهوية الاجتماعية للأفراد وتؤثر على رؤيتهم للعالم. أكيد عندما يتفاعل الإنسان من ثقافات مختلفة
يمكن هناك تكون اختلافات عن كيفية فهمهم للقضايا للأفكار، طريقة التفكير تجدد، تعامل جدا مهمة هذه النقطة إن شاء الله. هي أيضا الله يعينها الدكتور سعد، أنا ألاحظ بالضبط يعني، والدكتورة منال اختصرتها بالبداية. شكرا لك أستاذ. بس الذي الطلب الوحيد يا دكتور الله يحفظك، زي هذه المحاضرات وأكرر مع الهامات العلمية المفروض ما تضيع علينا كلمة واحدة ما تضيع. والله كنت أحاول استقطب النت، المفروض تسجل تدور وترسل يعني عبر الجروب. المحاضرة كامل ساعتين يعني، كل كلمة أعتبرها كنوز، لأنه هامات علمية جميع كل المشاركين في هذا في هذه المحاضرة. محاضرات انتهت. معانا دكتور مازن معانا. بالنسبة لرابط الحضور بالشات ويملي الاستمارة حتى تتم عملية القبول الاستمارة الحضور والتأكيد. ممنونين جناكم. شكرا جزيلا يا دكتور حيدر. نعم دكتورة آية عيني، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. فصل الانترنت يا دكتور مازن دقائق ان شاء الله ويلتحق فينا دكتورة. وصل عنده، ومش عارفه دكتوره منال لسه موجوده عندنا ولا لا. دكتورة ايوه انا مع حضرتك، انا مع حضرتك، معاكي دكتور حيدر. نعم تفضلي تكلمي دكتورة على ما يلتحق فينا دكتور مازن. انا طبعا سعيدة بالحضور بكم المتابعين والمشاركين، ميرسي ليهم وسعيدة بوجودهم جميعا، وسعيدة بوجودي معاكم وقناتك لناس على مستوى من الفكر والثقافة. احنا سعداء جدا بحضرتك دكتورة منال، والحقيقة استفدنا كتير من حضرتك، واستفدنا من المشاركات اللي كانت موجودة من السادة الحضور. ويمكن في اكتر من نقطة تم اثارتها اليوم، يعني كان في نقطة مهمة كمان خاصة بموضوع الثقافات الدخيلة على الشعوب او على الدول. ويمكن كنت حابة من بدري ان انا اوضح حاجة في النقطة دي، انه مفيش حد خالص بيقدر ان هو يتحكم في او بيقدر ان هو يحارب مثل هذه الثقافات الدخيلة الا لو كان عنده البعد القيمي، او بيقدر ان هو يحافظ على الهوية الوطنية بتاعته. تمام، وده اللي انا اشرت اليه فعلا. بالضبط، الحفاظ على الهوية له أبعاد كتيرة جدا، ان انت في سواء في الوطن اللي انت عايش فيه تشوف ايه الأكلات التراثية بتاعتك وتقدر ان انت تحييها وتحافظ عليها، تشوف الملابس بتاعتك والزي بتاعك الوطني اللي بيمثلك وبيمثل الشعب بتاعك فتقدر انت تحافظ عليه، اللهجة بتاعتك. اكيد كل وطن أو كل دولة فيها كذا لهجة، مش لهجة واحدة بس، تقدر ان انت تحافظ على اللهجة دي.
يعني احنا ما بنسافر برا ما بنلاقيش الالمان بيسعوا ان هم يتكلموا عربي، يقول لك انا بتكلم الماني فقط، الفرنسي نفس الامر. فليه دايما احنا بنودي الاولويه للغات التانية؟ مهم ان نعرف لغات تانية تمام، بس ما يبقاش لساني دايما بيتكلم بيها جوه وطني او اتكلم بيها جوه مع زملائي ومع اقراني ومع جيراني ومع من الدول الاخرى يعني. بس شكرا. عفوا، ميرسي يا دكتور للاضافه، وفعلا هو ده اللي احنا بنشير ليه فعلا. وعايزه اقول لك ان الاساس التربيه، التربيه والنشأة اساس للحفاظ على التراث والبيئه واللهجه وكل ما يخص الوطن اللي هو بيقيم فيه وبينتمي ليه. صحيح صحيح يا دكتورة، التربية هي الأساس في الحفاظ على الهوية وعلى التراث، وفعلا بالثقافة يعني بتفرق كتير جدا. الثقافة في الحياة ده حقيقي، ولو في يعني طبعا كتير من الحضور سواء مصريين أو عرب موجودين في مصر، بدعوهم لزيارة متحف الحضارات، هيقدروا حتى يتعرفوا على مصر بشكل أعمق من اللي هم شايفينه وعايشينه على فكرة. لا تمام، فعلا دعوة جميلة. آسف على الانقطاع، أرجع على السيطرة. طبعا حقيقة دكتورة منال، دكتورة آية، اليوم جلسة اليوم من الجلسات المميزة اللي كان الحديث بيها، ومشاركات، كم من المشاركات الهائل في النقاش في الموضوع اللي أثرى الموضوع أهمية. جدا جميل لما كان طرح دكتورة منال بشكل مختصر وجامع لكل المعلومات الخاصة بالمحور. إن شاء الله وعد مني ومن دكتور سعد ومن كل الأشخاص ودكاترتنا الأعزاء القائمين على المبادرة، لن نقف بعد المبادرة، هنالك توصيات لكل جلسة، سنحاول الاستفادة من التجارب التي سوف نأخذها من بعض. يعني اليوم أنا حقيقة استفادت من الكثير من التجارب المؤسساتية التي تعمل بها مصر والتي سأحاول البداية بها في العراق لعكسها على مؤسساتنا والعمل بها. هذا الهدف هو المشترك. الهدف الثاني على المشاركين جميعاً اللي هم سفراء الوعي المجتمعي، من مهام سفراء الوعي المجتمعي اللي حقيقة خاضوا هذه التجربة معنا لثلاث جلسات ومستمرين حتى الجلسة الأخيرة إن شاء الله، عكس كل ما يتعلموه ببيئتهم بمجتمعهم، بأن نجعل هذه المبادرة أن تكون حقيقة عدوى إيجابية للمجتمع. نطمح للعمل على كثير من المشاريع. التحقيق صعب في مجتمعاتنا العربية، صعب التلقي، ليس هنالك مستحيل، البناء يأتي بالتتابع، يعني نبلش الخطوة، خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة. سنكون هنالك تواصل بمجموعة خاصة بأحد الجروبات لكل من يحاول طرح أفكاره بخاصة يعني العمل عليها، سواء كان العمل عليها البداية بها. أتمنى من أساتذتنا كل من لديه أفكار يحاول تطبيقها، يحاول الوصول بها وتنفيذها، أن يكون هنالك طرح، وأرسلنا إليكم سابقا كل وسائل التواصل للأكاديمية وللجامعة الوطنية وكل وسائل التواصل. فأتمنى تزودونا بأي ما يخطر في بالكم حتى نكمل على جدولنا إن شاء الله. جدا سعيد بتواجدك معنا دكتورة منال، سعيد حقيقة بمعرفة دكتورة آية، أسعدني اليوم معرفتك وتواجدك معنا. إن شاء الله نستمر. أحب أنوه بس فقط للحضور أساتذتنا، في من الكثير منكم يسأل على حول الحصول على شهادات المشاركة سواء بالمحاور أو الشهادة النهائية. حقيقة نحن هدفنا الاستفادة قبل الشهادة أو وجود الشهادة، ولكن هنالك الشهادات اللي أخرنا أمر عليها واحد، أنه سيكون هنالك تدقيق شديد بالحضور، لمن حضر الجلسة بالوقت الكامل سيستحق الشهادة،
بمن هنالك الحضور، هنالك شهادة لكل محور ستكون، وهنالك بالآخر هنالك شهادة تفيد بأن من حضر جميع الجلسات بأنه سفير للوعي المجتمعي في وطننا العربي إن شاء الله. فأتمنى أخذ الاعتبار ذلك. أي هنالك استفسار، أي مشاركة، يعني هناك سأبقى معكم 10 دقائق إن شاء الله أو أقل لأخذ الاستفسارات. تحياتي. ممكن عندي استفسار يا دكتور؟ تفضلي. شكرا لحضرتك. أنا بس ممكن؟ بس واحدة دكتور. واحدة. تمام ممكن. الرابط الرابط عايز أكتب الاسم بس. يلا. أستاذ أحمد الرابط. تفضلي. هذه دخلت من داخل من الأسر كتبها. تمام أستاذ خالد. أستاذتنا تفضلي. سامعك. أنا أتكلم ولا في حد؟ تكلمي تكلمي أستاذ. أنا يعني فعلا سعيدة جدا جدا بوجودي الأول يعني بينكم، وكنت فعلا طالبة من حضرتك إن إحنا ما نوقفش عند إن المبادرة تخلص، وإن إحنا كده كأي مبادرة، إن أنا حضرت مبادرات كتير قبل كده وكانت في تفاعل، ولكن بعد ما تخلص المبادرة إحنا خلاص ما بنعرفش بعض وانتهى الموضوع على كده على 10 أيام أو 5 أيام اللي إحنا قضيناها. أنا بطلب إن هي المبادرة تبقى مستمرة وإن إحنا نبقى على تواصل مستمر، علشان خاطر ده يعني هيعود على المجتمع وهيعود علينا إحنا شخصياً. كان لي استفسار بس بسيط للدكتورة منال بما هي موجودة معايا يعني، فأنا بستغل الموقف يعني، أنا استغلالية في الأول يعني، أنا بحب أستغل المواقف. كنت عايزة أقول لحضرتها يعني بمني أنا يعني في مني كتير، في مني كتير في المجتمع اللي هم فعلاً عفروا وحاولوا إن هم يثبتوا وجودهم في المجتمع واشتغلوا على نفسهم كتير وخدوا دورات وتدريبات عشان يثقفوا من نفسهم، وفعلاً بيجوا دلوقتي قادة يحتذى بهم. أنا يعني أنا في المجتمع بتاعي بقيت قادة للمجتمع بتاعي، لكتير من البنات بيحتذوا نحوي دلوقتي، وأنا فعلاً دلوقتي كسفيرة للوعي داخل المجتمع بتاعي، ولكن بتواجهنا بعض المشاكل علشان خاطر احنا لما خرجنا للمجتمع طبعا خرجنا بعد سن كبير، يعني انا دلوقتي عندي 43 سنة، فبيواجهنا دلوقتي ان هو ما فيش شغل لينا، يعني احنا بنشتغل على نفسنا وبننمي من نفسنا، ولكن ما فيش شغل في الدولة بتقول لك لا سن محدد، او في حاجات مبادرات وحاجات بتبقى عند سن محدد ويقول لك كده خلاص، يعني لدرجة ان انا في مرة قلت لهم طب انا يعني الو استاذ فوالا شكرا. هو الصوت قطع كده، الاستاذه اللي كانت بتتكلم الصوت قطع. انا ممكن خالد ممكن حضرتك ارد عليها بس. تفضلي دكتوره تفضلي. اكيد احنا ما بنثقفش نفسنا ونتعلم يا استاذه عشان نشتغل، حتى لو ما فيش شغل الثقافه والتعليم لابد منهم، حتى لو ما فيش فرص عمل، وبعدين الثقافة والتعليم بتخلق فرص عمل، يعني حضرتك ممكن تلاقي أي مجال تشتغل فيه زي ما قلتلك، أي موهبة عندك، أي حاجة عندك ممكن تنميها وتشتغل بيها تجيب لك دخل، ويبقى حياة يعني تبقى شغل كريم ودخل كويس ليكي. معلش هي الدولة طبعا شوية موضوع الشغل ده صعب شوية لأن الزيادة السكانية والتضخم اللي احنا فيه، فمعلش احنا ممكن بتعليمنا وثقافتنا نحاول نخلق فرص شغل من البيت، فرص شغل عن طريق حد من معارفنا، فرص شغل ان احنا ننمي اي حاجة نستخدمها عندنا متاحة ممكن نعمل منها تجارة بسيطة تدر علينا ربح بسيط نقدر نعيش بيه. فالمهم ان انت تبقي متعلمه ومثقفه، دي اهم من اي حاجه. اكيد يا ربنا يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم يا ضافه. السلام تفضلي. السلام دكتوره لمياء معك. حياك من خلال المحاضرات اصبحت هذه المحاضرات كانها ورش تدريبيه، يعني كله ما شاء الله كل مداخله بنستفيد منها، فانا ارجو انه يكون في يعني في نهايه كل محاضره نطلع بنتائج وتوصيات
نستفيد منها وتكون كمرجع لنا في آخر محاضرة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى حتى هيكون هنالك كتيب أو كتاب يلخص كل ما تناولته المحاور ويتحدث عن التوصيات التي سنخرج بها أو سنعمل عليها، وسنحدد أوقات زمنية لتحقيق تلك الأهداف. ومن الممكن أن ستكون هنالك لجان تعمل بالتتابع وبالتعاون إلى بلده بهذه النقطة لتحقيق نقاط مبادرتنا. في بداية الحديث أنا كلمت وقلت لن نقف بعد المبادرة. بإذن الله تعالى سيكون هنالك عمل كبير، يعني إن شاء الله سننسق لهذا العمل، وبغرفة تنسيق كاملة ما بين مصر والعراق ولبنان والسودان، نطمح للوصول إلى كل بلداننا العربية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهنا أنا من خلال المبادرة كان عندي عدد من التصورات اللي أنا صممتها وقامت الحرب وما نفذناها الحمد لله، فممكن بعد كده الناس تساهم، يعني أساهم بها كمشاريع صغيرة الناس تستفيد منها بإذن الله تعالى. يسعدنا ذلك، يسعدنا ذلك دكتور، حياك الله. إلى هنا نصل لختام محور جلستنا الثالث الخاص بمبادرة سفراء الوعي المجتمعي. كانت حقيقة جلسة ورحلة مميزة ورائعة وجميلة. اليوم أسعدنا هذا الكم من الحضور، أسعدنا التنوع بالحضور الثقافي، بتنوع البيئات والخلفيات لأساتذتنا ولمجتمعنا العربي. إن شاء الله نلتقيكم في المحور القادم اللي هو سيكون بعد غد. نحن محاورنا أو محاضراتنا تقريباً يوم إيه يوم لا، فإن شاء الله على نفس الجدول المعلن سابقا ستكون هنالك محور جلستنا الرابعة، وسنكون عنوان الجلسة القادمة بإذن الله تعالى سيكون الوعي البيئي والزراعي مع الأستاذ الدكتور خالد غنام غانم، العفو، يوم الأربعاء بتاريخ 7/8/2024. نعم، الوعي البيئي والزراعي. البيئي والزراعي بإذن الله تعالى سنتطرق على مواضيع كثيرة فيما يخص التنمية المستدامة وذلك في هذه الجلسة. أتمنى حضوركم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. لو ما فيش أي سؤال نحن كده خلاص. أساتذة الطب، هل هناك أي استفسار؟ سوري بس الاسم نوعات حياة، تفضل. تمام، أتمنى من أساتذتنا دائما الدخول بالاسم الصريح إلى المبادرة. أستاذ حيدر، أستاذ أحمد، أرجو متابعة ذلك دائما بالأسماء الصريحة أن تكون معنا. تحياتي. إلى هنا ننهي جلستنا ونتمنى لكم سهرة ممتعة كانت برفقة أكاديمية ميتا وجامعة الأزهر والجامعة الوطنية علوم التكنولوجيا. شكرا لكل من كان وراء الكواليس، بداية بمن يعمل على التصميم، من يعمل على التنسيق، من يعمل على كل شيء لإنجاح هذه المبادرة ولجمعنا داخل هذا الاجتماع. شكرا للاستاذ حيدر، شكرا للاستاذ الدكتور سعد شمس الدين، شكرا للاستاذ منير حميد، شكرا للزميل احمد قادم، شكرا لكم من القلب، تحياتي، عسى ان نلتقيكم بعد غد. تحياتي، تصبحون على خير.